وصول جثمان العالم المصري الكبير الراحل الدكتور أحمد زويل على متن رحلة مصر للطيران قادمة من نيويورك يوم السبت، والجنازة العسكرية صباح الأحد بحضور رئيس الجمهورية. وزير المالية يصرح: التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري. قطع مزدوج في كابلين للمصرية للاتصالات يؤثر على الخدمة بالوجه القبلي، والشركة تقول عودة كامل الخدمة بعد الإصلاح. لجنة استرداد أراضي الدولة تعلن طرح 30,000 فدان للبيع بالمزاد العلني الشهر الجاري، وتطالب السليمانية ب2 مليار جنيه مخالفات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد والياسمين، أحلى سادة مشاهدين مشاهدي الحياة اليوم. اليوم الخميس 4 أغسطس 2016 من الميلاد. 2 مليار جنيه مخالفات، 2 مليار جنيه مخالفات. الرقم حتى وأنا بقوله في العناوين مش عارف أبلعه، مش عارف أهضمه، يعني عايز أشرب كوبايتين شاي وراه علشان أبلع الرقم. مش 2 مليار جنيه تمن الأرض، تمن المشروع، لا، ده 2 مليار جنيه مخالفات. شوفوا المشروع وشوفوا الأرض تسوى كام. يعني الملاحظ هنا أن رئيس لجنة استرداد أراضي دي هو المهندس إبراهيم محلب، الرجل المحترم رئيس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية الآن للمشروعات القومية والتنموية العملاقة. لما كان رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، وانا التقيت بيه في احد اللقاءات مره وقلت له كده: يا دوله رئيس مجلس الوزراء، انا عايز معاليك تاخد عربيتك من غير لا حرس بقى ولا موكب، بتاع عربيه بس صغيره كده، حضرتك اللي تسوق، وجنبك وزير الاسكان، ووراكه قاعد وزير الماليه ووزير الزراعه، الثلاث وزراء اللي ليهم علاقه بالقصه اللي انا هقولها دي، وتاخد العربيه دي يا فندم وتطلعوا كده من على المحور وتطلعوا على طريق قاهره اسكندريه الصحراوي، تدفعوا الكارتة الخمسة جنيه وتروحوا الطريق ده من أوله لآخره وترجعوا. أنا بقول لمعاليك: يا دولة رئيس مجلس الوزراء، هترجعوا أنتوا الأربعة ومعاكوا شؤلة مليارات من الجنيهات. ليه؟ بسبب التجاوزات والمخالفات والنهب والسرقة والأراضي التي خصصت لشيء واتعمل فيها شيء اللي بالمليارات في هذا الطريق يمين وشمال الطريق. وانا اعتقد ان هذا الكلام لسه موجود في ذاكره المهندس ابراهيم محلب اللي هو دلوقتي رئيس لجنه استرداد الاراضي، والكلام اهو واضح ان الدنيا ابتدت تندع زي ما بيقولوا بالبلدي. 30,000 فدان، 29,800، يعني حوالي 30,000 فدان تم استردادهم خلال الشهور الماضيه، وهيتم طرحهم للبيع بالمزاد العلني الشهر القادم. 30,000 فدان، عايز اقول لكم ان 30,000 فدان ده ولا حاجه، ده كده مكسرات، شويه مكسرات، يعني دول اللي ايه اللي جم كده واحنا لسه مغمضين، اللي هو عملنا بس بخ فوقع في ايدينا 30,000 فدان. لو دخلنا بجد كلجنه وكدوله على الاراضي دي، مش بس هنا، وطريق اسماعيليه الصحراوي وطريق اسيوط الغربي وطريق مش عارف ايه وطريق السويق، كل طرق الدوله اللي في غيبه من هيبه وقانون الدوله تم نهبها، في غيبه من قانون وهيبه الدوله، سواء بالتغميض في العشر سنوات الأخيرة من حكم مبارك، وأنا قصد أن أنا أقول هذا الكلام، بالتغميض من القانون ومن الدولة، وثابت الناس اللي يسرق يسرق واللي ينهب واللي يضع أيديه بالقوة على الأرض يضع، ثم ما بعد ثورة يناير مش بتغميض الدولة، بالتهاء الدولة، أن الدولة ملهية في الانفلات الأمني والإخوان والمظاهرات والثورات وبتاع، فبرضو اللي نهب نهب واللي بنى بنى واللي حول حول واللي فسد فسد. أنا الأوان أن كل ده يرجع، وهي دي البداية. 30,000 فدان وبنطالب مشروع واحد اسمه السليمانية اللي موجود في القاهرة اسكندرية الصحراوي، بيطالبوه بمخالفات بنائية ومخالفات في التصريح وتخصيص الأراضي، المخالفات بس 2 مليار وشوية، 2 مليار وحوالي 300 مليون.
متخيلين بقى لو كل الارض اللي اتنهبت رجعت؟ انا في اعتقادي مش هنبقى محتاجين للقرض بتاع صندوق النقد الدولي اللي بنبوس ايديهم دلوقتي عشان يدونا 12 مليار. ده احنا بس اهي شويه مكسرات لطيفه كده جابت لنا كام مليار واحنا ساكتين. المهم ان البقيه تاتي. امبارح كنت قلت لحضراتكم انه جثمان الراحل العالم الكبير الدكتور احمد زويل سيصل فجر الاحد الى القاهرة، وانه الجنازة العسكرية ستقام صباح الاحد في تعديل بسيط، لانه وفقا للي قاله لنا الزميل المذيع احمد فؤاد المستشار الاعلامي للراحل الدكتور احمد زويل او المتحدث الاعلامي باسمه، قال لنا انه جاي من لوس انجلوس على متن خطوط الطيران التركي، لانه ما فيش طيران مباشر لمصر للطيران الى لوس انجلوس، الطيران الوحيد المباشر لمصر طيران هو القاهرة نيويورك والعكس. والحقيقة وهو بيقولها امبارح الزميل احمد فؤاد شريف فؤاد انا اسف، وهو بيقولها امبارح انا حسيت سنه بغصه في الحلق كده، يعني هو بيقولها بس ما رضيتش اغلس لان انا عارف ان احنا ما عندناش خطوط طيران مباشره للوس انجلوس في امريكا، بس حسيت انها مش حلوه. مش حلوه ان الجثمان اولا، يعني مش حلوه لسببين، اولا الجثمان لا يعود على شركه الطيران الوطنيه، يعني المفروض انه يعود على شركه الطيران الوطنيه تقديرا لوطنيه الراحل. رقم اثنين إنه خطوط الجوية التركية بالذات، عارفين لو خطوط الجوية الماليزية الإيرانية بلاش الإيرانية الإماراتية السعودية الألمانية ما كانش هيبقى عندي مشكلة، لكن تركيا كمان بالذات فما زاد الغصة في حلقي. فواضح أن الدولة تدخلت النهاردة وتم تعديل المسار الجوي الطيراني للجثمان، وحيوصل الجثمان بكرة السبت على متن الخطوط الوطنية لشركة مصر للطيران رحلة 986 MS اللي هي الرمز الكودي بتاع مصر للطيران. هنا نبتدي نتكلم. والجنازة العسكرية زي ما هي صباح الأحد يحضرها رئيس الجمهورية، ثم الجنازة الشعبية مساء يوم الاثنين عقب صلاة المغرب، جنازة شعبية لكل الشعب المصري الذي يريد أن يلقي نظرة الوداع يعني ويعزي في أحمد زويل الراحل الكبير، هيبقى في مسجد المشير طنطاوي إن شاء الله زي ما صرحت المصادر. خلوني قبل ما أكلمكم عن دلالة رحيل العالم الكبير أحمد زويل، خلوني أستقبل زميلي وصديقي الإعلامي الأستاذ أحمد المسلماني المستشار الإعلامي والسياسي للدكتور أحمد زويل الراحل. مساء الخير أستاذ أحمد، والبقاء والدوام لله. مساء الخير والبقاء لله، وبعزي مصر كلها والعالم كله في فقيد الوطنية فيما يخصنا والعلم فيما يخص العالم الدكتور أحمد زويل رحمة الله عليه. أستاذ أحمد، أولا لعلك متابع أنه في تدخل من الدولة لتغيير المسار الجوي لجثمان الراحل الدكتور زويل. والله أنا تابعت من كلام حضرتك، لأن يعني هذا الشأن هو يخص مدينة زويل وجامعة زويل، ومن الطرف الآخر الدكتورة ديمة الفحام حرم الدكتور أحمد زويل ونبيل أحمد زويل، وبالتالي أنا بتابع مع العائلة في أمريكا والعائلة في دسوق وفي إسكندرية، إنما الحقيقة بعرف المعلومات الخاصة بمثل هذه الإجراءات من الإعلام أكثر. تمام، لكن أكيد إن ده الشكل الأمثل، يعني لا أريد أن أعلق على الأمر، يعني دعنا نتحدث عن الدكتور أحمد زويل. طيب. هو يعني خسارة ضخمة للقوى الناعمة المصرية، وخسارة ضخمة للدولة المصرية، وخسارة ضخمة كنا نتمنى أن تكون مدينة زويل قد اكتملت منذ سنوات، وهي مشروع منذ سنوات، وممكن تبقى قاطرة العلم. ما هو ده سؤالي ليك يا أستاذ أحمد، وهي فكرة أنه طبعا بعد أن يعني ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، أنا عندي نوع من القلق على مستقبل هذه المدينة، لأنه الدعم والزخم وقوة الدفع الكبرى كانت من وجود الدكتور زويل، هو الملهم والأب الروحي والشرارة الكبيرة لهذه المدينة، فأنا أخشى على مستقبلها. هل لديك معلومات قد تطمئني وتطمئن المشاهدين على أن الحلم سيكتمل؟ هناك ما يدعو للطمأنينة وهناك ما يدعو للقلق. هناك أستاذ تامر، تابعت الفترة اللي فاتت ما يدعو إلى القلق، شفنا هجمة إعلامية غير مبررة صحيح على كبير العلماء العرب وعلى كبير علم الكيمياء في العالم أجمع، وشفنا بعض الناس يقول لك ليه اسمها جامعة زويل، وشفنا بعض الناس بيتكلموا كأنها جامعة زويل ملك الدكتور أحمد زويل، كأنها جامعة يمتلكها هو وأسرته. فأنا طبعا هنا بقول إن هذه الجامعة بتحمل اسم الدكتور أحمد زويل تشريفا للجامعة
وليس تشريفا للدكتور احمد زويل، وتكريما للجامعه وليس تكريما لاسم الدكتور احمد صحيح زويل. وانا اعتقد كمان يا استاذ احمد ان ليها اسم ثاني، هو مشروع مصر القومي للنهضه العلميه او حاجه زي كده. تمام، بس بناها قناه اسمها مدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا. تمام، المشروع القومي لمصر. صحيح. فاحنا لما نلاقي انه في اسرائيل معهد وايزمان، وفي ماكس بلانك في المانيا، ومؤسسات بنيامين فرانكلين واينشتاين وغيرها في امريكا، وعبد الكلام وعبد السلام، عبد الكلام في الهند وعبد السلام في ايطاليا. يعني معقوله نيجي هنا ونقول على في ناس بتتصور دكتور احمد زويل عالم كبير فقط؟ لا، مش عالم كبير، هو عالم استثنائي. بسمع في وسائل الاعلام اللي يقول لو التعليم في مصر كويس هيكون عندنا 1000 احمد زويل. كلام غير دقيق. حتى لو التعليم في مصر اعلى من التعليم في امريكا، مفيش 1000 احمد زويل. ده كلام مش الغرض منه من بعض الناس اللي بيقولوا انهم يدفعوا الاجيال الى الطموح والى الاقتداء بالعالم الكبير، انما هدفه اظهار ان احمد زويل ممكن يبقى فيه 1000. لا يا جماعه، لازم نقول كل كلام بقدر. امريكا لا يوجد فيها احمد زويل تاني في علم الكيمياء. العالم كله رقم واحد في العالم، مش في مصر، صحيح، مش في امريكا، صحيح، في العالم في علم الكيمياء، وواحد من الثلاثة الكبار في القرن العشرين والحادي والعشرين في علم الكيمياء دكتور احمد زويل. فهو استثنائي الى ابعد الحدود، فما ينفعش حد يعني يقلل من الموضوع زي اللي طلع قال انه مش عارف في الاف زيه، واللي يقول عشرات زيه، واللي يقول مئات زيه. لا، لازم برضه يكون في حكمه في التقدير. فانا عايز اجيب على حاجه استاذ تامر السؤال مباشره عشان ما اطولش. العوامل السلبيه واضحه، هجمه اعلاميه غير مبرره، هجوم على شخص الدكتور زويل ناله وجرحه وأساء إليه أكثر من مرة. لا يزال جهلاء يرددون على فيسبوك ومواقع متطرفة ومواقع معادية لمصر كلام لا يليق. ده ما يخص ما مضى، إنما ما يدفع إلى الأمل ما قلت فيه حاجات كويسة. طبعا. هو اكتمال المنشآت حسب معلوماتي، طبعا المدينة لها من يمثلها رسميا. إنما أنا أعرف أن القوات المسلحة انتهت من الأبنية الخاصة بمدينة زويل، وإن المنشآت الخاصة بالمدينة انتهت. مدينة زويل فيها مجلس أمناء يضم أكابر العلم في مصر والعالم، فيها الدكتور فاروق الباز، دكتور مجدي يعقوب، دكتور لطفية النادي، دكتور محمد غنيم، دكتور محمد أبو الغار، في شخصية دكتور أحمد وكاشة. في مجلس أمناء مدينة زويل العالمي دكتور محمد العريان اللي اتبرع ب$30 مليون قبل كده، وفي 6 من حائزي جائزة نوبل في مجلس الأمناء العالمي لمدينة زويل. فما يدفع إلى الأمل بعد رحيل العظيم الدكتور أحمد زويل إن مجلس الأمناء الوطني والعالمي على أعلى مستوى، أما الأبنية والمنشآت انتهت، أن الحاقدين على شخص الدكتور أحمد زويل ينبغي أن ينتهي حقدهم بعد أن أصبح بين يدي الله. صحيح. وبالتالي صحيح. أنا آمل. طيب، فضل عنصر واحد يا أستاذ أحمد، وهو عنصر الدولة المصرية. أنت تعلم أن احنا عندنا مشكلة في عدم التواصل في الدعم وعدم التواصل في المسيرة بفقدان ورحيل شخص الدكتور أحمد زويل. هل تعتقد أن الدولة كمان سيفتر عزمها في دعم المؤسسة العلمية؟ والله أنا أتمنى ألا يحدث، وللأسف الشديد الدولة المصرية لم تكن جادة لسنوات طويلة سائتة في قضية العلم في مصر. صحيح. وأنا فاكر دكتور أحمد زويل قال لي أن الرئيس مبارك لما كلمه وهو في أمريكا سنة 99 بيهنئه بجائزة نوبل، دكتور زويل قال له أنا عايز أقعد مع حضرتك عشان عايز أعمل مشروع علمي موجود أوريدي في العالم ونجح في العالم. وجاء قعد معاه وتحمس له الرئيس الأسبق حسني مبارك. لكن بعد كده دخلت أشخاص وناس والموضوع في النهاية انتهى إلى لا شيء. كل ما يتجدد الحلم زي أسطورة سيزيف بنرجع تاني للنقطة الأولى. أنا أتمنى، وطبعا كلنا بنعلم أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقيم تقدير كبير للراحل العظيم دكتور أحمد زويل، وكان تزول عضو مجلس الاستشاري برئاسة الجمهورية، وكان آخر ظهوره العام في مناسبات وطنية في مصر افتتاح قناة السويس الجديدة. وأنا أعتقد أن الدولة كانت حريصة على الأقل تتكلم في خلال سنة تم بناء كل المنشآت اللي كانت متأخرة أو مفتوحة. فأنا أتمنى وأتوقع أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الذي يرعى شخصيا ورئاسيا مدينة زويل. هي ليست مجرد جامعة، هي ليست مجرد مدينة، هي ليست مجرد نزاع بينها وبين جامعة أخرى. هذا ابتزال وهذا اختصار لا يليق بمقام العلم ولا الدولة في مصر. هذه قاطرة للعلم والتكنولوجيا، هذه عاصمة الشرق الأوسط، زي ما تقول العاصمة الجديدة، هذه العاصمة الحقيقية
للقرن الحادي والعشرين، مدينة الزويل للعلوم والتكنولوجيا. أحسنت، أنا بشكرك شكرا جزيلا، ومرة تانية بكرر عزائي لشخصك ولأسرة الراحل ولأسرة العلم والعلميين في العالم كله، بالإضافة للشعب المصري طبعا والعربي في هذه الخسارة الكبيرة. وأنا متفق معك الحقيقة على أن الدكتور زويل لم يكن مجرد عالم كبير، هو عالم استثنائي قلما يجود الزمان بمثله، خصوصا في أوطان زي أوطاننا العربية اللي قيمة العلم فيها قيمة للأسف مهدرة. قيمة العلم في مجتمعاتنا العربية قيمة مهدرة، يعني الطبيعي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في أوطان وفي بيئة تحتضن العلم والعلماء وتشجع العلم والعلماء وتدفع في البحث العلمي وكذا وكذا، طبيعي أن تنتج باحثين وعلماء مهرة ونابغين، مش بالضرورة زي زويل بس على الأقل طبيعي أن يطلع نابغين ومهرة في العلم. أما وأن يجود الزمان، أما وأن يجود الزمان في بلد زي مصر لا ترعى العلم والعلماء ولا تسهم ولا تستثمر في البحث العلمي ولا تنظر إلى العالم باعتباره قيمة ورمز، ويظهر عالم استثنائي زي أحمد زويل، أعتقد أنها من عجائب الدنيا، مش سبعة بقى تبقى التامنة. هرجع أكلم حضراتكم عن دلالة رحيل الدكتور أحمد زويل، بس خلوني أخذ هذا الاتصال الهاتفي المهم. معايا على الهاتف معالي وزير المالية عمرو الجرحي. مساء الخير يا معالي الوزير. مساء الخير يا استاذ تامر، اهلا بحضرتك. ازي حضرتك يا فندم؟ انا كويس، اسمح لي انا حاضر يعني بقالي دقيقتين ثلاثه حاضر التليفون ما بين حضرتك وما بين ضيفك الكريم على الدكتور احمد زويل. ويهمني طبعا انه يعني نتوجه بخالص العزاء لاسرته وللشعب المصري طبعا على فقدان الدكتور احمد زويل، كقيمه كبيره. وحضرتك اتكلمت عن العلم، ولما نبتدي نحاول نسقط العلم على الاقتصاد بتلاقي فروقات ضخمه قوي بتحصل نتيجه العلم ونتيجه انه صحيح. لما يكون في مسيره تعليم كويسه ولما يكون في تعليم بشكل كبير بيفرق جدا في شكل الدول، لانه الدول بتتطور من اشكال في الاقتصاد لزراعه وصناعه وبعد كده بتنتقل للتكنولوجيا اللي هي عباره عن اضافه قيمه كبيره ناتجه من العلم طبعا. بس ازاي فكل ما نتعمق في العلم وكل ما نحسن التعليم بشكل كبير، كل ما قدراتنا على الابتكار وقدراتنا على الدخول في تكنولوجيا اكثر واضافه قيمه اكبر والدخول في فكره انه نبقى في صناعه والصناعه تدينا الكثير من الخبرات بالنسبه للتكنولوجيا، نقدر بعد كده ان احنا نتطور بشكل كبير ونخلق قيمه مضافه كبيره. طبعا مظبوط امثال الدكتور احمد زويل، يعني نتمنى ان احنا نسترجع تاني قدراتنا على مسيره التعليم بشكل كبير، بحيث ان احنا كان يعني هو الدكتور احمد زويل كان نتاج منظومه تعليم موجوده في مصر، ممكن تكون دهورت ممكن تكون حالتها سائت، ولكن يجب ان نسترجع هذا باقصى باسرع وقت ممكن. انا متفق مع حضرتك مليون في الميه، وانا ما ممكن يبقى مدخل لحواري مع حضرتك انه ما نعاني او جزء ما نعانيه الان من ازمه اقتصاديه واوضاع اجتماعيه وكذا بسبب تقصيرنا في التعليم ودعم العلم والبحث العلمي اللي كل دول العالم تقدمت اعترفت ان هو ده السبب في تقدمها. صحيح صحيح صحيح. طيب معالي الوزير، خليني اناقش مع حضرتك بسرعه قضيه الساعه اللي تهم كل المصريين تقريبا، وهي فكره الاوضاع الاقتصاديه وبعثه صندوق النقد الدولي اللي موجوده والقروض القرض المصري المطلوب من هذا الصندوق. اولا انا سمعت تصريح لحضرتك ان الصندوق لا يضع شروطا للمفاوضات، يعني هي المشكلة بتبقى جدلية في المصطلحات، يعني فكرة شروط أو التزامات أو معايير، ولا في النهاية هو بيقول أنا مش حد القرض إلا لما يحصل كذا وكذا وكذا وكذا؟ لا خليني أقول لحضرتك حاجة، أنا بالأصل خبرتي مصرفية ودايما لما ناس بتتكلم معايا في الموضوع ده بقول لهم أرجوكم خلونا ننتقل من السياق المعنوي أو السياق العاطفي إلى سياق في الأرقام قدر الاحترافية بالارقام وسياق محترف، بمعنى ان انا يعني كراجل مصرفي انا افهم انه لما بيجي لي عميل بيطلب مني ياخد فلوس بقول له طب انت هتعرف تسدد ازاي؟ طب قدرتك على السداد ايه؟ أيوة. انت بتعمل ايه؟ هتحسن ارقامك ازاي؟ هتحسن هتجيب ايراد ازاي يسمح لك ان انت تسدد القروض اللي عليك؟ فلا نجد في مثل هذه الامور لا صعوبه ولا غضاضه ان احنا نتعامل فيها. الاصل في القصه ان احنا بنروح لما بنتكلم مع الصندوق، وعلى فكره الصندوق ما بيجيش يخبط على الناس ويقول لهم انا عايز اسلفه طبعا ده مش موجود. انت بتلجأ له لما يكون عندك اختلالات ماليه وعايز ان يبقى في عندك تمويل بشكل معين وبالشكل اللي هو يوضح للناس ويوضح للعالم اللي حواليك ان انت بتتخذ اجراءات
لان انت تخفض عجز الموازنه، ولان انت تسيطر كمان على نمو حجم الدين للناتج المحلي الاجمالي كبير، ان انت بتعيد اصلاحات وبتعيد هيكله للاقتصاد بشكل الذي يسمح لك ان انت تسيطر على مثل هذه الارقام، بحيث انه ما تتطورش الارقام العجز، ما تتطورش ارقام الدين بشكل اللي يزيد بشكل كبير. فاحنا اللي حاصل حضرتك من بعد 25 يناير لفتره 6 سنوات ان احنا ماشيين في منظومه ان العجز فيها وصل في 2009 2010 10%، وده كان يمكن اقل رقم عجز شفناه في 6 سنوات الاخرانيه، وده بسببه ان النص الاولاني من السنه كان ما زالت الامور مستقره في مصر، فكان في حجم نمو، ولكن السنوات التاليه رحنا ل 11% و12% و13% و12 و11. نسب النمو الكبيره، نسب العجز الكبيره لفترات طويله بتبقى يعني مؤذيه وبتبقى ضاغطه على الاقتصاد بشكل كبير. طيب انا افهم ان حضرتك ممكن اقبل ان انا اعمل العجز في بعض السنوات علشان اعمل تنميه، ولكن اللي حصل حقيقه للاسف ان احنا زودنا معدلات الانفاق بشكل كبير دون ان يكون هناك نشاط اقتصادي. من العام المالي 10 11 للعام المالي 13 14 كل اللي شفناه هو نمو تقل عن 2% في حدودها، وده معناه بالنسبه لي انه نشاط اقتصادي شبه متوقف غير قادر على. طب انا اسف للمقاطعه هنا معالي الوزير، حصل حضرتك سؤال منهجي، يعني هو في بعض الناس اللي بتقول لماذا نلجأ الآن إلى صندوق النقد الدولي وطلب هذا القرض؟ لأني هاخد من كلام حضرتك دلوقتي إن المشكلة عندنا مش مشكلة إن إحنا مستحملين زيادة العجز في مقابل إن إحنا بنعمل معدل تنمية محترم لما يكتمل ونجد ثماره هيغطي العجز، هو إحنا دلوقتي بنستلف من صندوق النقد وما زالت الأوضاع الإنتاجية والتصنيعية والاقتصادية تقريبا لم تتغير، فبالتالي كل الخوف كل الخشية أن يأتي القرض ويذهب كما أتت المليارات السابقة الخليجية من عام 2013 14 و15 وذهبت ولم يتغير الوضع الإنتاجي. طالما ظللنا إنتاجيا صفر يبقى لا قروض ولا منح ولا عطايا هتنفع. بص حضرتك طبعا كلامي تقوله سليم 100%، ولكن لو لا أرجوك يا معالي الوزير اوعى التليفون يقطع دلوقتي، دي أهم حتة. انت قلت كلام حضرتك مظبوط، طب وبعدين معناها المليارات هتضيع؟ طيب حاولوا يا شباب معلش ترجعوا لنا معالي الوزير على التليفون، يبدو انه الخط قطع او يمكن القطع اللي في الكابلات ده اثر على تليفون معالي الوزير، بس مش عارف، معرفش ان معالي الوزير في وجه القبلي، لان انتوا عارفين النهارده قلت لكم خبر في المقدمه والعناوين ان في قطع مزدوج في كابلين لشركه المصريه للاتصالات النهارده أثر على خدمة الإنترنت والاتصالات والمحمول في محافظات الوجه القبلي وتحديدا في أسيوط، بس ما أعتقدش طبعا إن معالي الوزير كان بيكلمنا النهاردة من أسيوط. دكتور عمرو حضرتك معانا؟ دكتور عمرو؟ على إن أنا معلش بتحرك في العربية بس يعني. أنا افتكرت إن حضرتك تعرضت لموضوع الكابلات بتاع الإنترنت بتاع النهاردة. لا 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 خالص. طيب ارجوك يعني حاول ما يقطعش تاني لان السؤال كان مهم والله مش بايدي، مخيف. احنا على كوبري اكتوبر، احنا على كوبري اكتوبر دلوقتي، فيعني ممكن يبقى في حته الارسال فيها مش قويه، هو ده السبب بس. مفيش يعني مشكله مع حضرتك كنت بسال حضرتك عن انه الوضع لم يتغير، انتاج مصر ضعيف، الوضع الاقتصادي صعب، تصنيعيا احنا ضعاف، فبالتالي برضه هنهدر هذا القرض حتى لو خدناه. لا احنا يعني انا بقول حضرتك انه الفكره كلها انه لما بنعمل اجراءات لازم نعمل اجراءات مكتمله، ما نقدرش نعمل اجراءات منقوصه، بمعنى انه خليني اقول لحضرتك انه لو بتشوف مثلا نسبه الصادرات للناتج المحلي الاجمالي قلت بشكل كبير، يعني انت حضرتك النهارده الناتج المحلي الاجمالي بيزيد وبيزيد على اساس اكثر استهلاكي وليس على اساس انتاجي، فبالتالي قدرتك على التصدير بتقل بشكل يعني قلت قدرتك على التصدير نتيجه بعض الاختلالات، لانه خلي بال حضرتك انا لما بيحصل تبادل تجاري ما بيني وما بين العالم الخارجي في حاجات بتحكمه زي نسب التضخم عندك ونسب التضخم عند شركائك التجاريين، اللي بيحصل انه لو بتشتغل بقيم معينه ما بتعكسش حقيقه الوضع بالنسبه لك، بيبقى انت جاذب للاستيراد اكتر، فانت بينتهي بيك الامر ان انت بتدعم المصدر وليس بتدعم المستورد، فاهمتك ازاي؟ فبالتالي لو شفت حضرتك الصادرات للناتج المحلي الاجمالي قلت ازاي هتكتشف ان احنا عندنا مشكله، نصيب الفرد من الصادرات الخارجه برضه هتكتشف ان فيها مشكله، واحنا في الخمس سنوات اللي قبل 2010 كان في نسب بتعكس
نسب يعني كانت دلوقتي وصل لغمره متهيألي مع الوزير انها تقدر تشتغل بتاعت غمره دي بيتقطع فيها الخط. اي يا فندم انا مع حضرتك انا سامع انا سامعك كويس اتفضل. فبالتالي انه الاصل في القصه ان احنا يعني ندفع بفكره الاستثمار وندفع بفكره الصناعه بشكل كبير ونقدر ندعم. طب هنا يا فندم انا اسف للمقاطعه بس هنا البعض يقول ان ده ما هو ده دوركم. عارف النكته بتاعت عادل امام زمان؟ مش انتوا الحكومه؟ صحيح. يعني صحيح. فكره ان انتوا بتعانوا من الاستيراد والتصدير وكذا. طب احنا في ايدينا كحكومه ان احنا نضع سياسات وقوانين وقرارات تعدل الموازين المقلوبه شويه وتخلينا ما نعانيش. يعني انا قريت بيان او تصريح للبنك المركزي منذ ايام بيحمل فيه السياسات الاقتصاديه والماليه بعض المشكله وبيقول موضوع الدولار وبتاع مش كله عندنا، لا كله عندهم، بسبب انه طالبنا مرارا وتكرارا بان السلع المستفزه والاستهلاكيه العاليه ان الحكومه تضع لها بعض العراقيل ما حصلش، الطلب على الدولار كان هيقل بكذا. فالحكومه في ايديها انها تعمل ده يا فندم. يعني ده صحيح وده بيتعمل على نواحي كتيره. يعني خليني اقول لك انه لما بتنتظر ان انت بتاخد قرارات في بعض الاوقات ممكن يعني ما تعجبش حد، خليني اقول لك انها بتاذي الاقل دخلا عن انها ما بتاذي الاكثر دخلا. فبالتالي ان انت تتخذ اجراءات قادره على ان انت تدعم الصادرات وتدعم التصنيع بحيث ان انت يبقى عندك بدايل للاستيراد ويبقى عندك تصدير بشكل جيد، ده دي امور كلها بنبحثها وبنشتغل عليها بشكل واضح جدا. في لانه الموضوع بينقسم لقسمين، قسم لا علاقه به الاجراءات وتسهيل الاجراءات. يعني لو اقول لحضرتك انه في قانون مثلا لفكره التراخيص الصناعيه بحيث ان انت يبقى التراخيص بالاختيار وليس يعني وما تقعدش تنتظر كتير عشان ما تعملش جوله الكعب الداير. بالظبط كده. والحاجه الثانيه ان احنا بنناقش برضو قانون شركه الشخص الواحد اللي هو يعني شخص بمفرده ممكن يعمل شركه بدل ما يضطر ان هو يجيب ناس معاه علشان يستوفي بعض الشروط ان يبقى في 3 شركاء والقصص دي. هل ده محتاج ياخد وقت طويل يا فندم؟ لا بالعكس، احنا ناقشنا امبارح مثلا اللي هو قانون الشخص الواحد وكان فيه شويه ملاحظات بسيطه ومجلس الوزراء هيوافقوا في اقرب فرصه ممكنه وهيروح لمجلس النواب لمناقشته. وهو قانون مش صعب مش ممتاز. مش طيب مش تقيل. اخد من حضرتك بعض عناوين الاخبار كده. بعثت صندوق النقد تخلص عملها امتى؟ يعني احنا بنتوقع في خلال يعني في حدود 10 ايام من دلوقتي ان شاء الله. في حدود 10 ايام. هل هناك اي مؤشرات حتى الان ايجابيه او سلبيه ولا احنا ماشيين بشكل ايجابي وخلي بال حضرتك المناقشات كلها بتتم بشكل اجمالا لانه طيب يعني بعض الناس مفهوم يسالونا مفهوم. هل احنا طالبين قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات؟ على 3 سنوات. هل نتيجة الصندوق أو قرار الصندوق ممكن يقول لك 12 ما موافق أو لا ما فيش، أو ربما لا احنا هنديكوا 6 بس أو 8 بس في كده؟ لا ما فيش كده، لأن احنا عايزين دي برامج محددة. يعني في ما فيش يعني هو في أو ما فيش دي بتنطبق على إنه هل مثلا بالنسبة لنا شروط يعني خليني اقول لحضرتك انه احنا اللي بنلتزم بيه او بنحاول نلتزم بيه هو الموازنه اللي دخلناها بالنسبه لسنه 16 17. احنا تمام. عندنا هدف انه العجز بدل ما احنا نستمر في الدائره بتاعه 11 ونص و12 والكلام الكبير ده ان احنا عايزين ننزل لرقم المفرد اللي هو بيسمى سنجل ديجيت، واخد بالك 8 7 6 حاجات من دي. لا يعني خلينا الاول في 10 9 من 10 خد بالك 10 مش سنجل، 10 مش سنجل يا دكتور. يعني بص حضرتك انا بعتبرها سنجل لان انت بتقول 9.9 مثلا او 9. تمام تمشي فتمشي بالظبط كده. فده الهدف. ممكن يبقى الهدف ده يبان في مجمله انه رقم كبير ولكن لازم نحاول ان احنا نحققه. طيب. لانه يعني مفهوم. هنا سؤالي الاخير عشان ما اطولش على حضرتك ومش عارف حضرتك وصلت ولا لا، خلصت الكوبري نعمل الكلام ده او مش هنصرح الناس بيه انه لازم نبقى في عندنا قدر من الجديه في تحقيق مثل طيب. هذه الاهداف. طيب انا سؤالي الاخير لمعاليك يا دكتور هي فكره النقطه اللي احنا ابتدينا بيها، فكره ان حضرتك ما بتحبش تخش في المصطلحات الانشائيه شروط ولا مش شروط ولا كذا، وقلت المثال الواضح ان حضرتك مصرفي لما بيجي لك حد يقول لك انا عايز قرض من البنك بتقول له احنا بندي قرض ب 1 2 3 4 استوفيت هذه الاعتبارات اهلا وسهلا نعم. كذا. فعشان كده انا مش حابب اخش في فكره انها شروط ولا مش شروط، بس مثلا لو الصندوق او بعث الصندوق قالت لكم احنا مش هينفع نديكم القرض ده الا لما تحرروا سعر الصرف عندكم لان احنا لا يمكن ان نتعامل مع دوله فيها سعرين للصرف، هل حضرتك هنا كحكومه هتعتبروا ان ده شرط معجز ولا هتعتبروا ان ده تقييم عادل وموزون من الصندوق وعلينا ان احنا نتعامل معاه؟
لا احنا بنتعامل مع الامور كلها بمعقوليه وبمنطقيه اللي المفروض بيحصل بشكل سليم، واخد بالك؟ ما عندناش نوع من انواع التعنت او التشنج في اي شيء، واخد بالك؟ كده احنا بنتعامل مع الموضوعات كلها بشكل سليم وبما يحقق الصالح للبلد يعني. مفهوم. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله عندما نحسم قضية القرض لو وقت معليك يسمح حضرتك تشرفنا في الحياة اليوم، ونجري إن شاء الله حوار بقى مطول كده حوالين الوضع المالي والاقتصادي بالكامل. طيب هرجع في دقيقة للنقطة دي عشان أقفلها تماما، النقطة الخاصة بالدكتور زويل، بس مش في شخص الدكتور زويل أو في الأخبار المتعلقة بما أنا قلتها لكم تقريبا، أنه هو خلاص هيوصل على مصر للطيران يوم السبت بالليل، الصبح الجنازة العسكرية بحضور الرئيس الجمهورية والقيادات العسكرية والسياسية في مصر، ثم يوم الاثنين العزاء الشعبي في مسجد المشير طنطاوي. هو في الدقيقة بقى عشان أبقى زي ما بيقولوا كده خلصت ضميري، ونبقى احنا بنستفيد حتى من الضراء قبل السراء، من الأحداث السيئة قبل الأحداث الإيجابية. دلالة رحيل الدكتور أحمد زويل لازم تخلينا كلنا نفكر، ولو ما فكرناش وحللنا وبعد ما حللنا فهمنا وبعد ما فهمنا خدنا قرارات، يبقى ملوش لازمة إن احنا نعيش. زي ما قلت لأحمد المسلماني زميلي في التليفون، إنه ذهبت السكرة اللي هي صدمة الرحيل صدمة الموت وهدأت الأوجاع والأحزان شوية، ثم جاءت الفكرة. أنا من امبارح بفكر في لحظة معينة في مستقبل وفي حياة وفي مشوار عمر الدكتور أحمد زويل. أنهي لحظة؟ مش لحظة الرحيل إلى الآخرة، لا، لحظة الرحيل من مصر. وفكرت وسألت نفسي هذا السؤال، لماذا قرر الدكتور أحمد زويل وهو شاب يافع في مقتبل العمر بعد تخرجه من كلية العلوم جامعة الأسكندرية أن يغادر مصر ويهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ فما كانش فيه بعد الرجوع إلى الدراسات والورق والأبحاث ومشوار الدكتور زويل وتصريحاته، إلى أنه لقى أنه هنا أمام طريق مسدود. وساعتها عبد الحليم حافظ غناله، ربما غناله هو شخصيا، طريقك مسدود 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 يا ولدي. فبعد أن قرأت له الفنجان وعرف أنه مسدود الطريق، قرر أنه يفتح لنفسه طريق جديد، يفتح لنفسه سكة جديدة، يذهب إلى مكان يستطيع أن يساعده هذا المكان في تحقيق أحلامه العلمية. على فكرة زويل ما قررش يسافر لأمريكا لأنه عايز يعيش بقى في الفخفخة والبكبكة وبتاع، الراجل عنده مشروع علمي، عنده تفكير علمي، عنده حلم للعلم والعلميين وللبشرية. ثم فوجئ أنه ولد في وطن لا يحمي العلم ولا يوفر مناخا يساعد العلماء على تحقيق أحلامهم في خدمة البشرية، ولا حتى يساعد على ترقية وتنمية ورخاء البلد اللي هو فيها. فبالتالي سافر إلى بلاد بتقول للعالم كله، يعني رسالة الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر من 100 سنة، نحن بلاد الحريات، نحن بلاد الموهوبين، نحن بلاد المخترعين. أي حد عايز يحقق أحلامه في فلوس، في علم، في أبحاث، في شهرة، في كذا، اهلا وسهلا، نحن نفتح له ذراعين. في حين ان احنا بنقول له اللي هيفكر في البلد دي ياخد بالجزمه، اللي عايز يخش معمل ويعمل تحليل ويحط ثاني اكسيد الكربون على كذا عشان يشوف هيطلع على ايه، المعمل هينفجر في وشه، فبالتالي مش هندخله المعمل. هي دي الاسباب التي ادت الى ان يذهب زويل من مصر. عشان كده ونحن نحزن ونبكي رحيل احمد زويل، لازم نرجع نفكر كيف يمكن أن نمنع ملايين أمثال أحمد زويل من أن هم يغادروا من مصر وهم شباب. أقول لكم الكلمة اللي تصدمكم شوية، من أول رئيس الجمهورية للحكومة لكلنا، لو بقي أحمد زويل في مصر ما كان حصل على جائزة نوبل، ولو بقي أحمد زويل في مصر ما كانت هناك مدينة زويل للأبحاث العلمية، ولو بقي أحمد زويل في مصر ما عرفه أحد، كان هيمشي في الشارع ومحدش هيسلم عليه. وربما لو كان بقي أحمد زويل في مصر كان غير نشاطه واشتغل في أي حاجة تانية. إحنا بنهدر ثرواتنا بإيدينا، وبنهدي الدول الأخرى اللي في بعض الأحيان دول معادية، أنا بتكلم بصفة عامة، بنهديهم ثرواتنا، بنهديهم الأسلحة اللي بيضربونا بيها. آن الأوان دلوقتي إن إحنا نفكر كبلد وكنظام ماذا فعلنا لكي لا يسافر أحمد زويل من جديد.
ماذا فعلنا لكي نحمي ثرواتنا العلمية الشابة المبشرة اللي عليها لسه التراب من إنها تفقد الأمل هنا ويبقى حلم 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 حلمها إنها تسافر أو تهاجر أو تسيب البلد دي. قلنا هندعم البحث العلمي وما عملناش حاجة. قلنا هندعم العلم وما عملناش حاجة. حتى عيد العلم معرفش ما بيتحتفلش بيه ليه. يعني عيد الفن لا، عيد العلم بتدي جوائز الدولة التقديرية وكذا وكذا وكذا، لكن عيد العلم لازم يبقى عيد للعلم، لازم يبقى الدنيا تتقلب فيه، لازم يبقى فيه جوائز بجد وتقدير بجد. انزل معلش يا أستاذ ياسر، ننزل كاميرا للشارع بكرة ولا بعده بهذه المناسبة كده، واسأل أي مواطن من جيبي أنا جايزة 10,000 جنيه، انزل كده لأي حد كده وقوله قولي أسماء 10 علماء في مصر. أتحداك لو واحد خريج جامعة، مش هقولك حد مواطن بسيط، مواطن بسيط خريج جامعة وعرف أسماء 10 علماء في مصر، بلاش 10، 5، قوله بس كده قولي 10 علماء في مصر وتخصصاتهم، واحد في الكيمياء، واحد في الفيزياء، واحد في البحث العلمي، واحد في الاداب الاجتماعي، اي حاجه اي حاجه، ان شاء الله يكون عالم بطيخ، هتلاقي الاجابه صفر. ليه؟ لانه الدوله لا تهتم ولا تشجع، واحنا كمان الاعلام، وانا لا اعفي نفسي من المسؤوليه، احنا كمان الاعلام اعلام في جزء كبير منه تافه، بيركز على الحاجات الحلوه وبيسيب. لازم يبقى فيه هنا علماء يوم بعد يوم في البرنامج وفي برامج اخرى، وتعمل برامج اساسا لدعم العلم. لو نزلت سالت المواطن قول لي 10 رقصات هيقول لك، 10 فنانين هيقول لك، 100 لعيب كوره هيقول لك، قول له 5 علماء عروستي. هي دي المشكله. ادعموا البحث العلمي ورعوا العلم وشجعوه، وخدوا خدوا من السلع الاستهلاكيه ومن الفلوس الكتير اللي بتصرف على الهشك بشك والكلام الفاضي، ورعوا ده عشان البلد دي تقوم على حيلها. بس الله يرحمك يا دكتور زويل. طيب، اتصالا بالكلام اللي انا كنت بقوله مع الدكتور عمرو الجرحي وزير الماليه حوالين الاوضاع الاقتصاديه والسياسات المصرفيه وبعثه صندوق النقد اللي موجوده دلوقتي ومفاوضاتنا معاهم للقرض المطلوب ب 12 مليار دولار. حزب الوفد داخل البرلمان مقدم مجموعة من الإجراءات البرلمانية، منها استجواب وطلب إحاطة وكذا، وهنفهم تفصيلا دلوقتي، حوالين الوضع الاقتصادي. وأعتقد أنه دي واحدة من الآليات المهمة، وبعض الناس بيحاولوا يقولوا هو دلوقتي أن أنت لما تعمل استجواب ولا طلب إحاطة ولا حتى سحب ثقة ولا مش عارف أنت كده عايز مش عارف تعطل المراكب السيرة ولا تعمل مش عارف كذا. لا، الحقيقة هذه واحدة من أهم الأدوار الحزبية، أن أنا طول الوقت أولا أبقى من حقي أن أنا أفهم، أقول يا جماعة هو إيه اللي بيحصل، هو إحنا تعبانين ليه، هو الأزمة الاقتصادية صعبة ومستمرة وعصية على الحل ليه، الدولار عمال يتنطط وما بينزلش ليه. ولما أفهم وأخد كل المعلومات من الحكومة أقرر بعدها أنه هذه أوضاع لا فكاك منها ولا في تقصير يجب المحاسبة عليه. حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد، مساء الخير يا فندم. اهلا بك يا استاذ. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. ليه قررتوا ان انتوا تتفاعلوا برلمانيا رغم انه يعني الحكومه طول الوقت بتقول ادي الله وادي حكمته ورب الخير يجي من ورا القرض بتاع الصندوق؟ يا رب يجي الخير من اي حته، بس هو استاذ سامر انت جبت في كلامك حاجه مهمه قوي. اتفضل. من حقنا نفهم. من حقنا نفهم عشان نساعد في الحل. احنا ما بنعتبرش حزب الوفد، مش بيعتبر نفسه ولا هو حزب يساند الحكومة ولا هو حزب معارض الحكومة. لان احنا ما عندناش حزب حاكم موجود هو اللي مشكل الحكومة، فاقدر اقول لا انا مش حاكم انا معارض. صحيح. زائد ان الفترة اللي مصر فيها لا شك ان وضع اقتصادي صعب جدا، سيء جدا باعتراف الجميع حتى المسؤولين، ما عداش على مصر من زمن ما نقدرش نفتكره. وبالتالي اول حاجه حق المعرفه. احنا عملنا ايه؟ احنا ادينا حلول كتير، احنا قدمنا قوانين وسبقا او مشاريع قوانين وسابقين الحكومه في مشاريع القوانين. يعني احنا القانون اداره محليه، مشروع الوفد موجود ومشاريع اخرى موجوده ولسه مستنيين مشروع الحكومه. صحيح. وبالتالي في الجهات عاملين دور. نيجي بقى في الاقتصاد اللي قارق الجميع. ببساطه احنا عاوزين نفهم عشان حاجتين. احنا حزب عارفين ان كل اصلاح اقتصادي ليه مزايا وليه عيوب، مفيش اصلاح اقتصادي ليه مزايا بس او عيوب بس. تمام.
ألف به نفهم كلنا أني طريقة هنمشي بيها يا حكومة. أنت دماغك إيه؟ هنروح في أني حتة؟ أنت عاوزة تعلي الفايدة مثلا؟ لو عليت الفايدة في مساوئ وفي مزايا، لو عملت حل تاني في مزايا وفي عيوب، يبقى دورنا بعد ما نفهم الأول لو إحنا اقتنعنا برأي الحكومة إن هم فاهمين، لو لقينا إن الرأي ده إن هم فاهمين رايحين فين ويقنعونا بهذا الرأي، يبقى دورنا كمان إحنا نساعدهم في الشارع المصري نفهم ونفهم الشعب المصري هنعاني من إيه وحنوصل لإيه. إنما حتى الآن بالوضع اللي إحنا فيه ده إحنا مش فاهمين حاجة خالص. زينا زي أنا بتكلم إحنا بمعنى مش الوفد كحزب سياسي بس، حزب سياسي دخلوا اقتصاديين كبار بنقعد مع أكتر اقتصاديين مفيش حد فاهم حاجة. زي ما تيجي حضرتك تقولي على صندوق النقل، إحنا ما عندناش مشكلة إن مصر تاخد دعم، وما عندناش حساسية على فكرة إن الصندوق يقول إيه شروطي، لو قال شروطي إحنا بناخدها وضع طبيعي. لو حد يا أستاذ تامر جاي حضرتك بتقول له سلفني 10,000 جنيه، هيقول لك مرتبك كام؟ بتصرفه في إيه؟ صحيح. هتسد لي 10,000 إزاي؟ فده حق من الحقوق، ما بناخدهاش بالحساسية. بس هو المهم إن الفلوس دي لو جت نعرف هتتصرف إيه؟ هتروح فين؟ ما هو ده أنا السؤال اللي سألته الوزير المالية اللي كان معايا قبل حضرتك على التليفون، وقلت له إيه اللي يضمن لنا إنه المليارات دي لو صندوق النقد وافق إن هو يديهولنا مش هتبقى شبه المليارات الخليجية اللي جت من 2013 وراحت؟ اللي كانت أكتر. اللي كانت أكتر من صحيح. من اللي إحنا إيه طالبينه. وكانت بشروط أو منح أو يعني حاجة ميسرة جدا. صح. أو منح. صحيح. الحاجة المهمة يا أستاذ تامر، في حاجات لازم الحكومة تخلص منها وهي بتقولها لأن ما بقاش حد يصدقها. لا مساس مش عارف للطبقة الفادحة، لا مساس يعني ايه لا مساس؟ ما كل هيتضرر، ده وضع طبيعي على فكرة، وضع طبيعي. طب انا عاوز اسأل وزير المالية عن حاجة، ما هو تعريفه للطبقة الكادحة اللي مش هتأثر؟ يعني لغاية اللي بياخد كام؟ 1,000 جنيه؟ 800 جنيه؟ 1,000 جنيه؟ 1,200؟ طب اللي بياخد 2,000 هيحصل فيه؟ صحيح. حدك المتوسطة؟ من حقنا نعرف، ومن حقها تعرف، ومن حق رجال أعمال يعرفوا، ومن حق المستثمرين يعرفوا. صحيح. ومن حق الشعب المصري كله. في الأول والآخر اللي أنا بقوله هذا الاستجواب ضروري جدا لأن مفيش حد فاهم حاجة. في الأول والآخر إحنا مش بنزايد عشان ناخد شعبية قد ما إحنا عاوزين نفهم عشان نساعد إذا كنا هنقدر نساعد. ده كلام محترم جدا، بشكرك شكرا جزيلا حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد، شيء الحقيقة محترم. انه انا في رأيي انه طول الوقت ده دور الاحزاب، وانا كمان اذا جاز لي ان انا انصح يعني مش بس حزب الوفد ده، بس حزب الوفد باعتباره دلوقتي اللي كان معايا على التليفون، كل الاحزاب السياسية او الكتل البرلمانية اللي موجودة في البرلمان، ده موضوع مهم طبعا عليكم ان انتوا تتفاعلوا وتراقبوا وتتابعوا مع الحكومة وتحاسبوا اذا ما اكتشفتم تقصيرا معينا. بس كمان ارجوكم بمناسبة رحيل الدكتور زويل، طول الوقت زنوا على الحكومه من خلال البرلمان، من خلال طلبات الاحاطه وطلبات سحب الثقه والاستجوابات وكذا والاسئله على موضوع البحث العلمي. فين البحث العلمي؟ فين البحث العلمي؟ عملتوا ايه؟ صرفتوا كام في البحث العلمي؟ انشاتوا كام مكتبه كمبيوتريه ومعامل كيميائيه في المدارس ومش عارف ايه؟ كام واحد سفرتوه بره في منح دراسيه زي ما بيحصل في السعوديه؟ كل سنه بيسفروا مش عارف كام الف طالب على نفقه الدوله عشان يتعلموا السقف اللي وصل له العالم في التكنولوجيا والبحث العلمي والنو هاو عشان يرجعوا يغذوا بيه بلدهم. احنا عملنا ده في كام واحد السنه دي؟ هو ده دور مهم جدا من ادوار الاحزاب، انها تفضل على الحكومه. الكلام ده موجود في الدستور ان احنا هنعلي ميزانيه البحث العلمي بتاعي ل 1%، متهيألي لو انا فاكر صح الدستور بتاع 2014. هل حصل كده؟ هل البحث العلمي يوصل ل 1%؟ اشك، رغم ان 1% ده قليل جدا كمان، بس اهو في النهايه نص العمى ولا العمى كله. طيب، في بعض الأحداث المختلفة اللي حصلت لبعض المواطنين المصريين في دول العالم، منها المواطن اللي توفي في ألمانيا وقرأنا كلام كتير عنه وتم حرق جثته، وكلام عن مواطن حصل مش عارف مشاجرة باين في الأردن ومش عارف إيه، بس أعتقد أنه القصة بسيطة في الأردن، ده يعني حارس في نادي ليلي وتم مشاجرة وبتاع واتنقل المستشفى والسفير بيتابع قصته وأعتقد أن حالته هتبقى مطمئنة. وفي قصة تانية لها علاقة بسيدة مصرية من أصل مصري بس هي بريطانية الجنسية، حصلت في المطار
اسمه ايه دونكشاير ولا دونكاستر، دونكاستر في بريطانيا، احكي لكم قصته. بس خلينا الاول نقفل قصه المصري اللي قتل في المانيا من خلال السفينه نبيله مكرم وزيره الهجره وشؤون المصريين في الخارج معايا على الهاتف. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. انت حضرتك التقيتي اسره هذا المواطن المصري اللي مات في المانيا النهارده مش كده؟ مظبوط، النهارده دي كانت تاني مره التقي بيهم، يعني اول مره التقي بالوالده النهارده، انما اول امبارح كنت مع والده ومع اخواته. تمام. خلاص، يعني وصلنا ايه القناعه بتاعتنا في هذا الحادث وموضوع حرق الجثه وكذا؟ الحقيقه استاذ تامر، يعني من اللي انا سمعته منهم ومن الاخبار، الحقيقه في غموض حوالين هذا المواطن. يعني موضوع ان هو يتسجن بتهمه معينه وبعدين يكتب ان هو مش عاوز انه اهله في مصر يعرفوا بموضوع سجنه ده، انا اتفهمه. تمام. بعد كده يلاقوا ورقه في جيبه ويقول ان هو مش عايز يدفن في مصر وبيفضل ان هو يدفن في المانيا، الحقيقه يعني الموضوع مشكوك فيه شويه. صحيح. بعد كده هو يعني نكتشف انه تم حرق جثمانه دون الرجوع لدولته ولاهله طبعا. فطبعا سمعت من الاهل كل القصص دي، وتواصلت اول يوم انا قابلتهم كان اول امبارح، هم في المكتب طلبت ان انا اقابلهم. يوميها بالليل تواصلت مع المحامي خالد ابو بكر، وللصدفه كان موجود في المانيا. طلبت منه مشكورا انه يتجه باكر لمكتب النائب العام الالماني علشان نبتدي نفتح هذه القضيه. الموضوع ما ينفعش ان احنا نسيب يعني مواطن مصري راح في احداث الحقيقه مخيفه جدا، حرق جثمان وضد عاداتنا وتقاليدنا وديننا وكل حاجه، والحقيقه في اسره يعني. طبعا طبعا. فالحقيقه هو راح واتكلم معاهم وبص على اوراق القضيه، وبعد لما رجع لي بالنتائج الحقيقه اتفقت انا وهو ان نبتدي ان هو يمثل العائله والاسره ويمثلني انا كوزيره للهجره في هذا الموضوع. طلبت من الاسره بناء طبعا على اتفاق بيني ما بينه ان هم يجوا لي النهارده، وكتبنا خطاب طبعا بعد ما قريته للوالد عشان يوافق على كل حاجه جايه عليه جايه فيه، انه جواب للنائب العام الالماني ان احنا بنشكو ان هذا المواطن تم التعامل معاه بكل هذه الاجراءات دون العوده لاسرته. وفعلا مضينا، الجواب ده هيتم ترجمته الى الالمانيه وسيتم تصديقه من السفاره الالمانيه بالقاهره. هنبتدي نفتح هذا الملف، الحقيقه بالنسبه لي اول مره اشوف حاجه كده. هي الحقيقه جديده وفيها زي ما حضرتك تفضلتي فيها قدر من الغموض والشيء اللي يدعو للشك والريبه يعني. وبعدين مهم جدا طبعا ان احنا نحصل على شهاده الوفاه، يعني برضو من الملابسات الغريبه طبعا. انه اين شهاده وفاه هذا المواطن؟ فالحقيقه يعني حاجات كثيره كده مش واضحه، انما دخلنا في هذا الملف وان شاء الله نقدر نجيب حق محمد باذن الله. طيب مع الوزيرة، أنا عارف أن أنا قد أكون مثقل عليكي، بس أنا محتاج توضيح، يعني مش محتاج تفاصيل، مش محتاج كذا، بس توضيح، لأنه الأمر طال ولم يظهر فيه رأي. أنا عارف أن حضرتك بتتكلم على إيه. أنا بتكلم عن بصمة الحج. أنا عارف. أنا محتاج، وأنا نشدت حضرتك حتى ما كنتيش معايا، بس نشدت حضرتك كده على الهواء من حوالي أسبوع، انه الالاف من المصريين دول خلاص وصلوا لمرحله انه مش بيطلبوا منكم التدخل، بيطلبوا منكم تقولوا لهم، لان هم ما بين الياس والرجاء عايشين، يا اما تقولوا لهم يا جماعه المفاوضات بقت بالفشل، يا اما لا بنحاول وان شاء الله خير. الحقيقه ده اللي احنا بنقوله، مش بس وزاره الهجره، انا عايزه بس اؤكد لك انه كل اجهزه الدوله بتعمل في هذا الموضوع. احنا بالنسبه لنا الدوله مش في حمل ان 5000 اسره أو 4000 أسرة على حسب العدد، إنما هو طبعا مش 30000 يرجعوا يبتدوا من البداية. يعني بعد ما ناس عندها مدارس وعندها جامعات وعندها أعمالها هناك، تيجي أسر، وحضرتك عارف العمالة في الخليج مستواها بسيط. صحيح. فإن هو يسيب كل ده ويرجع وممنوع من دخول المملكة لمدة 10 أعوام، أنا مش يعني عايزة بس أؤكد إن الدولة ما هياش يعني متناسية هذا الموضوع. انا بنقل لحضرتك هذا الكلام يا معالي السفيرة، مش بس كده، ده انا كمان بنقل لك يمكن بعض الذي
لا ينقل إليكي أو ربما حضرتك على علم بيه، لأن أنا بس متواصل معهم شوية لأن هم يعني مسؤولين مني. موبايلي أنا بس عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا رقم تليفوني محطوط على الصفحة بتاعة بصر بس كده، يبقى إحنا مع بعض، يبقى إحنا مع بعض، أنا مع حضرتك، يبقى إحنا مع بعض كده على الصفحة. كل الصور اللي بتوصل لك لا ده مش بس كده، غير الصور هم بيقولوا مش عارف إنه السفير الهندي مع وزير الخارجية الهندي هذا الأسبوع راح وحل قصتهم جات. فأين نحن جات. من مصر وكذا جات. بص حضرتك، الموضوع دلوقتي بصمة الحج غير موضوع الهنود ومشاكلهم. بصمة الحج المملكة زي ما حضرتك عارف كانت واضحة وصريحة، والتعليمات في المملكة يعني صارمة جدا. حتى السعودي عليه عقوبة ممكن يدخل فيها السجن بس لمخالفة انه هو ما خدش التصريح وهو راح يحج. بالنسبة للجنسيات الاخرى اللي فيما بين طبعا الجنسيات اخرى من ضمنها المصريين الدولة مش ساكتة، أنا ده اللي أنا عايزة أؤكده. طيب أنا عايز دلوقتي تصريح أهو من حضرتك مباشرة يصل إلى مسامع المصريين في السعودية، قول لهم دلوقتي كده 1 2 3. أنا عايزة أقول المصريين في السعودية إنه مش بس وزارة الهجرة، كل أجهزة الدولة بتعمل عشان تحل هذا الموضوع. الدولة حاسة بالمشاكل اللي هم فيها، حاسة بإن هم عالقين، عارفة كويس جدا إن في ناس مش قادرة تروح المستشفيات. كل ده عندنا ومتحدث. إذن الرسالة اليوم يا فندم إنه اصبروا إحنا مش ناسينكو، وفي اتصالات مستمرة مع المملكة، وأنا ما زلت بأناشد المملكة وما زلت عندي أمل إنه هذا الموضوع يتم فيه العفو بغرامة على المخالف. ده كلام محترم جدا جدا، وأنا بضم صوتي لصوت حضرتك، وأنا متأكد إنك يعني إذا كنت بتتعاملي وبتهتمي بالأحداث الفردية اللي زي دي فما بالك بحدث يخص آلاف المصريين في دولة محترمة وشقيقة وصديقة وعزيزة علينا زي السعودية. شكرا جزيلا سفيرة نبيلة مكرم، وأنا بضم صوتي لصوتها وبناشد السلطات السعودية، بس هي طبعا علشان وزيرة ودبلوماسية وكذا فبتقول أنا بناشد. أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أتوسل، ما عنديش مشكلة، أنا كثامر أمين بتوسل إلى القيادة السعودية، الملك السعودي وكل صناع القرار في السعودية، أتوسل إليهم أن يقوموا بالعفو عن إخواني اللي أخطأوا، وأنا بعترف أن هم أخطأوا في موضوع تصريح الحج في السعودية العام الماضي، يغلظوا العقوبة والغرامة المالية كيفما شاءوا، لكن فكرة الترحيل والحرمان والإبعاد وكذا شيء في منتهى الصعوبة، العفو عند المقدرة، وأنا أعلم أنهم في السعودية قادرون وعافون عن الناس كمان. طيب في دقيقة قبل ما اروح للفاصل، لان انا ما اقدرش الحقيقة ارفض له طلب صديقي واستاذنا الجميل في الاعلام والاعلان دكتور سامي عبد العزيز. مساء الخيرات يا دكتور. مساء الخير يا كامل. اولا ثلاث اسباب يعني للمكالمة. تفضل. البسطاء اللي زي كده يا تامر احيانا بيحصل لهم في حياتهم مواقف يمكن اقول لك حزني العميق على الدكتور زويل، لاني كنت اول مصري اشوفه في مطار لندن وهو جاي مصر عشان يتكرم بعد ما فاز بجائزة نوبل. درجة اني وانا في مطار هيثرو كلمت مرادي ولادي واقول لهم عارفين انا مع مين؟ مع الدكتور زويل. من كنت بنطفت فرحة وانا بشوف هذا الرمز المصري الكبير. تمام. فادي الجزء الاولى الانسانية. الجزء الثاني وانت بتتكلم عن البحث العلمي يا تامر، خد بالك برضو انا كنت بلاحظ مسيرة هذا الرجل عمره ما تكلم خارج تخصصه. ده ما تخلي بقى في المكالمة معك. أنا سمعتك وأنت بتعمل حوار مع وزير المالية السيد عبد الجارح. أوكي. وشاهد الأخبار إن المحطة بتاعتك في الحتة اللي أنا فيها رغم إنها برا مصر بشوفها. تمام. أوكي. مش عشان بجاملك يا تامر. شفتك أكثر إنصاتا وأقل كلاما وأنت تسأل في موضوعات متخصصة. أنا أتمنى بعد الفاصل يا تامر لو حد عندك في الإعداد يجيب لك مقال أنا كاتبه النهاردة في المصري اليوم اسمه قبل ما نكتب بلاش نفتي. لأنه من ضمن البحث العلمي مش من ضمن قيم البحث العلمي في حاجة بتحصل في المجتمعات اللي بقى فيها نوع من التخلف، حاجة بنسميها نظرية توهم المعرفة يا تامر، أن الكل يدعي أنه يعرف في كل شيء. فأنا بعمل تحليل مضمون الفترة اللي فاتت، شفت أسماء ما أنزل بها الله من سلطان وشفت مجموعة إعلاميين بيتكلموا، وانا حتى كاتبه بسخريه شويه في المقال يا تامر، ان الفرق بين التضخم في الميزانيه والتضخم في الكبد، بين عجز الموازنه وبين عجز في العمود الفقري. عارف ليه؟ فانا بكلمك اقول انه هذا البلد في حاجه انها تجيد الانفاق يا تامر،
نرجع لورا شويه، لانه حتى ربنا خلقنا لو تاخد بالك بودنين وبق واحد، صح؟ عشان نسمع ضعف ما نتكلم. ما بالك بقى وانت بتتكلم اكثر في موضوع لا تعرف تفاصيله. يعني النهارده البلد في دوامه مناقشه في ازمات، احنا بقى عندنا 90 مليون خبير مصرفي واقتصادي. اهو ده اللي انا بقوله، ده اللي انا بقوله، واخد بالك؟ فانا قلت اكلمك يا تيم لانه عجبني الحوار اللي انت عملته، شكرك فعلا وانت منصور. فانا بدعوك المره اللي جاي في الاستضافه هات، عارف ايه، هات حد لو انت حتى الفيلد الحوار انا بوجهها لك بحكم ان انت عندك ثقه في نفسك. لو جبت راجل متخصص في الاقتصاد هات معاك حد تاني يجيد التعامل في اللغه الاتصاليه اللغه الاقتصاديه عشان نبسط للناس. الناس مش فاهمه. فكره ممتازه والله، وتؤدي الى اثراء الرساله الاعلاميه، مش كده؟ صحيح. لان قدامنا الجمهور انت محتاج توضح له الحقيقه. الجمهور محتاج يعرف يعني ايه معدل النمو. بس خلينا قبل ده وده، خلينا قبل ده وده، ان حضرتك تشرفت لما ترجع من السفر بالسلامه. انا طول الوقت بيسعدني الحوارات مع حضرتك، بتبقى اثريه وممتازه. تحياتي يا دكتور سامي عبد العزيز، شكرا جزيلا. طيب هنكتفي بهذا القدر من الاخبار، معلش طولنا فيها شويه بس كانت كلها مهمه الحقيقه. هنروح لفاصل، بعد الفاصل حواري الاول في الحياه اليوم، حوار بمنتهى الاهميه، ضيفي فيها فضيله الشيخ الدكتور محمود مهنا، مستشار محمد مهنا، شيخ مستشار شيخ الازهر، والكلام عن، خليها مفاجاه بس يعني، كلام عن قضيه الساعه. اهلا بحضراتكم، عدنا على الهواء بعد الفاصل. حواري زي ما نوهت لحضراتكم عنه قبل الفاصل مع ضيف عزيز انا بكن له كل احترام وتقدير الحقيقه، نظرا لتفتحه قبل ما يكون اسهامه في مجال الدعوه والشؤون الاسلاميه بحكم منصبه كمستشار لشيخ الازهر الامام الاكبر الدكتور احمد طيب. ضيفي هو الدكتور محمد مهنا، مستشار الشيخ الامام الاكبر. اهلا وسهلا دكتور. شكرا. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك، منورنا وبشرفنا. الله يخليك، تامر بي ربنا. خليني قبل ما ابدا مع حضرتك الحوار اخبر بس واطلع الساده المشاهدين على خبر عاجل، انه الحمد لله النهارده قواتنا المسلحه نجحت في توجيه ضربه عسكريه عميقه وناجحه في اطار الحرب اللي بتقوم بها الدوله المصريه كلها ممثله في الجيش المصري لتطهير سيناء من الخلايا الاجراميه والارهابيه. النهارده نجحت قواتنا المسلحه عن طريق قصف الجوي والتمشيط العسكري في قتل واحد من اهم زعماء تنظيم بيت المقدس الارهابي اللي موجود في سيناء، وهو ابو دعاء الانصاري. نجحت القوات في قتل ابو دعاء الانصاري بالاضافه الى استهداف وقتل 45 ارهابي اخر من مساعديه الارهابيين في التنظيم، وذلك في منطقه تقع جنوب غرب العريش. واعتقد دي ضربه مهمه جدا. ابو دعاء الانصاري كان طول الوقت معروف على انه من اخطر واشرس العناصر الارهابيه والخارجه عن القانون اللي موجوده في سيناء، واعتقد انه البقيه تاتي ان شاء الله باذن الله قريبا جدا. سنعلن نجاح الجيش المصري في تطهير سيناء وعودتها باذن الله مكانا خاليا من الارهاب، ولو في اعتقد كمان شويه هيبقى عندنا بعض الصور لهذه الضربه العسكريه المتميزه والناجحه واللي بنشكر بها قواتنا المسلحه على تنفيذها. طيب مساء الخير مره ثانيه يا دكتور. مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طبعا انا يعني هخش مباشره في صلب الموضوع. امبارح كان في لقاء يجمع رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامام الاكبر. انا مش حابب اقول الحقيقه انه استدعاء، لانه ما وصلنا من اخبار انه رئيس الجمهوريه بيستدعي شيخ الازهر للتباحث في موضوعات مهمه، والاعلانات والتصريحات اللي خرجت انه كان الكلام عن تحسين صوره الاسلام وتطوير الخطاب الديني وكذا، لكن كل المصادر القريبة كانت بتقول انه كان استدعاء لشيخ الازهر علشان القضية محل الجدل الان، الخلاف اللي ما بين وزارة الاوقاف وما بين مشيخة الازهر حول الخطبة الموحدة المكتوبة. ورغم ان انا قلت امبارح ان انا في رأيي ان القضية ابسط بكثير من كده، يعني احنا بنتكلم على فكرة ممكن نجودها، ممكن نرفضها، ممكن نعملها، اما ان يصل الامر الى ما يشبه التلاسن او التجاذب ما بين مؤسستين كبيرتين زي الازهر والاوقاف، فده كان شيء يدعو للتدخل، وربما هو ده اللي كان حريص عليه رئيس الجمهورية امبارح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر سيادتك، لكن الحقيقة أنا من مصادر القريبة طبعا أزعم هذا. لا مش أنا قلت مصادر قريبة، حضرتك المصادر الأقرب. العفو يا فندم. إن فضيلة الإمام الأكبر بيلتقي بالسيد الرئيس كل بضعة أشهر وربما أقل من الأشهر لعرض
إنجازات الأزهر في الدعوة وفي تجديد الخطاب الديني وفي مواجهة التطرف والإرهاب وفي ترسيخ قيم الوسطية إلى أي مدى وصلنا. تمام. وأعلم من قبلها مسبقا أن فضيلة الإمام بيكون في تقرير إنجازات كل فترة بيعرض على السيد الرئيس. ممتاز. وكان في جزء يتعلق بي أنا شخصيا كنت جهزته عشان يتعرض. فبالتالي مسألة إن إذن وفقا لكلام حضرتك وأنت طبعا مصدق لدي إنه هذا يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها رئيس الجمهورية مع فضيلة الإمام الأكبر لمتابعة سير العمل في مسألة تجديد الخطاب الديني ومكافحة الإرهاب وتصحيح الفكر. الأمر الثاني طب معلش أعتقد إن الأزهر أكبر من إن يصور الأمر على إنه خلاف بين مؤسسات دينية. تمام. الأزهر وفضيلة الإمام الأكبر هو الإمام الأكبر. جميع قيادات مؤسسات الدينية تلامذة الإمام الأكبر يعملون تحت مظلة الأزهر الشريف. صحيح. بحكم الدستور أولا وبحكم القانون وبحكم النظام الأزهري نفسه. صح. النظام الأزهري. لا وطبعا خليني برضو أقر القاعدة. أنا آسف للمقاطعة. خليني أقر القاعدة أن مقام الأزهر قبل أن يكون مقام شيخ الأزهر عندنا لا يوازى ولا يقارن بمقامات أخرى. هذا يعني لا خلاف فيه. بس هنا أنا مختلف بس مع حضرتك في نقطة أنه حضرتك قلت لا يمكن أن يتم تصوير. هو مين الذي صور؟ هو واقع الأمر في رأيي الشخصي وحضرتك تصوبني أنه أنتم الذين أقحمتم الأمر أو أبديتم الأمر ليظهر في هذه الصورة أمام الإعلام والرأي العام أن التصريحات من هنا ثم تصريحات من هنا ثم رد من هنا ثم رد من هنا وبدأ أنه سجال. نعم. هو في الحقيقة يمكن قضية الخطاب أو خطبة الجمعة المكتوبة أثارت لغط كبير بين الأئمة. مظبوط. لغط كبير في المجتمع، لغط كبير في الإعلام، أخذ يتفاعل شيئا فشيئا وتصادف اجتماع هيئة كبار العلماء. مهمة الهيئة بنص القانون البت في المسائل الدينية والقضايا الاجتماعية والعلمية ذات الطابع الخلافي. كويس. فدي أثارت لغط فذات طابع خلافي. فالهيئة طب أنا آسف هنا ممكن أصدرت أسأل رأيها في هذا الأمر. ده كلام مهم. في بعض الناس بيقولوا إنه لماذا تصدرت الهيئة لهذا الموضوع؟ هو نعم موضوع خلافي ولكنه ليس موضوع فقهي، يعني ليس فيه حلالا وحراما، ليس فيه رجوع إلى فكرة الشرع في أن هذا يوافق السنة لا يوافق السنة، يوافق الشرع لا يوافق الشرع، فيه تحليل فيه تحريم. هو في النهاية آلية رأت وزارة الأوقاف من وجهة نظرها أنها تضبط الإيقاع على المنابر، تمنع بعض السلبيات منها الفكر المنحرف، منها الإطالة، منها كذا كذا، يعني اتكلمنا في بعض الإجابات. فقال لك لماذا أقحم أو أقحمت هيئة علماء الأزهر نفسها في هذا الأمر؟ هو ليس فقهيا. لا، هو النص القانون المسائل الدينية والقضايا والقضايا القضايا الاجتماعية وغيرها، القضايا ذات الطابع الخلافي، يعني مش بالضرورة الخلاف الفقهي بالضرورة. بس ثم إن الأزهر بنص الدستور هو المسؤول عن الدعوة. نعم. المسؤول عن الدعوة ونشر العلوم الدينية واللغة طب واللغة دي مش العربية. حضرتك شايف إن فيها لبس هنا؟ بقى أنا طلعت بره قضية الخطبة المكتوبة ولا كذا. طالما أنه بنص الدستور وأنه إلزام والتزام على الأزهر في الإشراف والتنظيم وكذا في مسألة الدعوة، طب لماذا لا تقومون بها؟ يعني لماذا هي مكالة لوزارة الأوقاف في حين أنها بنص الدستور إلزام والتزام على الأزهر، وهذا يضع أو يضعنا في قد يكون تضارب اختصاصات؟ لا، مش تضارب اختصاصات. ولذلك المفروض أن قيادات المؤسسات الدينية تعي هذا المعنى وتعمل في هذا الإطار، تعمل في مظلة الأزهر، في هذه المظلة وبنوع من التناسق والتناغم التام. وأعتقد أن ده المفروض أنه موجود. وأعتقد أن في ضوء اجتماع فضيلة الإمام الأكبر مع القيادات الدينية على عقب لقائه مع السيد الرئيس، أعتقد أن هذا يترجم. تمام. خلال هذه هو ده بقى الاجتماع ده هو اللي خلانا في البداية نتصور ما تصورناه اللي هو حضرتك حبيت توضحه. وأنا سعيد بابتسامة حضرتك لأنه
السياق الزمني والشكلي والإجرائي هو اللي أوحلنا أنه الموضوع يخص هذه القضية، لأنه من فوره عاد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إلى مشيخة الأزهر، ومن فوره استدعى معالي وزير الأوقاف والقيادات الدينية الكبرى في مشيخة الأزهر، وكان اجتماعا مغلقا سريا، يعني حاولنا احنا بجواسيسنا شوية نتلصص ونعرف ايه اللي بيحصل، فكان الأكثر منعا من جواسيسنا. ثم كانت النتيجة أن اللهجة تغيرت، وخصوصا لهجة معالي وزير الأوقاف عندما قام ببعض التصريحات اللي أراد منها أنه يضمنها ما تبقى الشكل واضح يعني، بس في النهاية كان كلاما محترما عن تقديره لإقامة وقيمة شيخ الأزهر ومشيخة الأزهر، وأنه لا خلاف وأنه كلنا تحت المظلة، يعني في النهاية يبدو أن ده كان عشان ده ولا ده. والله سيادتك تعليمات حتى فضيلة الإمام الأكبر للأساتذة وللمسؤولين والمستشارين من قبل حتى صدور الكلام أو يعني رأي هيئة كبار العلماء، تمام، ومن بعد صدور خاصة رأي هيئة كبار العلماء أنه يعني بيرجو من السادة العلماء عدم التلاسن والدخول في هذا الأمر. ده شيء محترم. الهيئة قالت رأيها لوقف لغط معين وانتهى الموضوع، قال ولا يستحق أكثر من هذا كلام، تمام. وأعتقد أن في اجتماع، طب مش عايز تديني أي حاجة من الكنترول كده عن اجتماع امبارح؟ اجتماع امبارح الحقيقة كان ركز فيه فضيلة الإمام على التركيز على تدريب العلماء الأئمة الوعاظ أئمة الأوقاف ووعاظ الأزهر والذين يعملون في حقل الدعوة عموما، التركيز على تدريبهم تنمية قدرتهم الفكرية والثقافية ومهارات التواصل مع المجتمع، مهارات التواصل بكل أنواعها، صحيح، تواصل بالأجهزة الحديثة زي الكمبيوتر وما إلى ذلك، اللغات الأجنبية حتى كمان اللغات الأجنبية، مهارات التواصل وإدارة الأزمات وكيفية الاندماج في المجتمع، تمام، والاندماج معك وفهم كافة طبقات المجتمع، ودي لها خلفية كبيرة، لأن الحقيقة الخطاب الديني مش مقصود به الخطاب ككلمة، ده المصيبة أن نختزل الدين إلى مجرد خطاب. أحسنت أحسنت. لكن ولما الخطاب بينحرف بعض الناس بيتصوروا أن هذا انحراف في الدين، وإن إحنا نختزل الخطاب الديني إلى مجرد كلام وإن نختزله إلى مجرد خطبة جمعة تبقى مصيبة أكبر. طيب اسمح لي أنا هتوقف لدقائق قليلة لفاصل إعلاني إجباري، ثم أعود أتكلم مع فضيلة الدكتور مهنا حوالين برضو حاول أسرق منه بعض المعلومات كده عن الاجتماع، ثم نتحدث عن الدائرة الأوسع وهي فكرة في رأيي. وأنا على فكرة بنضحك عليا كتير. لا العفو يا فندم، العفو يا فندم، كل الكلام اللي بيقوله كده ما بيقولوش كلمة، كل الناس بيقولوا كلمة ما بيطلعش منهم خبر، لكن هنحاول. ثم هنتكلم عن فكرة هطرحها على الدكتور مهنا في فكرة الشكل التنظيمي للدعوة وللأزهر والصلاحيات هنا وهناك وكذا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل، موصول حواري مع فضيلة الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الازهر، وحاولت في الفاصل ان انا يعني امارس كل الضغوط علشان استقي منه بعض المعلومات. احنا كنا بنتكلم عن اللقاء المهم اللي تم استدعاء فيه وزير الاوقاف والقيادات الدينية من قبل شيخ الازهر وتم بالامس في المشيخة. الجزء العلني الودي اللطيف هو اللي افصح بيه عن الدكتور مهنا قبل الفاصل، وقال انه كان بيتكلم عن تطوير الخطاب الديني وتطوير أداء الوعاظ والخطباء من خلال مهارات التواصل والإجادة للغات وكذا وكذا وكذا. طيب ده تمام، إيه تاني تطرقتم إليه؟ أيضا فضيلة الإمام اقترح إنشاء أكاديمية للدعاء، أكاديمية لتدريب الأئمة والوعاظ والدعاء. كويس. بمفهوم عميق شامل واسع حديث. الإمام قديم. اقترح نعم. إنشاء أكاديمية لتدريب الوعاظ والخطباء. والخطباء الدعاء عموما. الوعاظ، الخطباء، المفتين. هاي. أيضا الفتوى. وبصورة يعني متعمقة وشاملة واسعة. مين اللي بقى مسؤول عن الأكاديمية دي؟ الأزهر؟ خلال الأسبوع أكاديمية الأزهر. أكاديمية الأزهر. لتدريب الأئمة. وهذه الأكاديمية يعني هيبدأوا تقرر خلال الأسبوع القادم البدء في وضع يعني الأسس تمام. الخاصة بها سواء من ناحية القانونية والتبعية والإدارة ومحتواها المضمون، محتوى التدريب ودرجاته إلى آخره. تمام.
تمام. هو طبعا حضرتك يعني حتى نفهم قليلا الموضوع ببساطه شديده، لا لا خلاص انا فهمت موضوع الاكاديميه. نعم. لا نعم. انا بقول تمام على نعم. الموضوع اللي بعده. نعم نعم, نعم. تمام يعني تقريبا هو نعم يعني دي اهم شيء. طب شربتوا شاي قهوه ينسون ولا الحاجات دي ما بتخشش؟ انا ما كنتش موجود صحيح. تمام نعم. طب هل ذكر الموضوع من قريب ام بعيد موضوع الخلاف بتاع الخطبه مثلا فضيله الامام الاكبر قال يا جماعه لا يجب ان يبقى فيه خلاف ما بين المؤسسات الدينيه او لا يجب ان يكون خلاف، خلاص قطع او قضي الامر مش هنتكلم وارجوكم ما نتكلمش تاني، يعني ممكن كده ما فيهاش حاجه، ممكن يقول انه رئيس الجمهوريه كان مستاء مثلا من بعض التصريحات في الفتره الاخيره فسنتوقف عن ذلك. هل وصل لحضرتك ان ده ذكر حتى ولا لا؟ هو الحقيقه فضيله الامام شديد الادب. تمام. فحتى إذا أشار إلى شيء يعني يتحدث بالإشارة. مظبوط ربما لو أحد أثار، وأنا عارف أن حضرتك لبيب فكل لبيب بالإشارة يفهمه. فحتى لو أثار أحد مثلا من الأعضاء الحضور شيئا ففضيلة الإمام يشير بأدب بطرف خفي. تمام. إلى أن يعني القصة تحت يعني أن يعني أعتقد أن الكلام يكون مفهوم، يعني أن إن شاء الله الموضوع محلول، يعني محلول قصة تحت. نعم. هو اللي يخلينا نفهم نكون نحن لبيبين كمان من الإشارة نفهمه هو تغير موقف وزير الأوقاف وتصريحاته بعد الاجتماع. نعم. فده يدلنا على أنه حدث ما يشبه الاتفاق على إنهاء القصة. نعم. وعلى فكرة وبالمناسبة النهاردة إيه الخميس مش كده؟ نعم النهاردة الخميس، بكرة الجمعة هنعرف ايه اللي هيحصل على المنابر في خطبة الجمعة. والله لقينا برضو ورق منشور وكذا يبقى كله تمام، لقينا الورق قضية ممنوع. قضية استاذ تامر معلش، يعني هي مش قضية ذات أهمية كبيرة. لكن احنا عشان نصل للحقائق نريد ان نفهم ايه الرسالة بتاعة فريس. الخطيب او الداعية او غيره. الخطاب اصلا الديني ايا كان بقى، لا نتحدث عن اختزاله الى خطبه جمعه او غيره، لكن الخطاب الديني ده احد صور اخر مرحله من مراحل رساله الازهر او رساله الدين. الدين ده اول حاجه فيه انه علم، فالعلم له مجاله طبعا. تاني حاجه انه دعوه، هذه الدعوه تكون قائمه على العلم. ومش العلم ببساطه، العلم بعمق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة في مقام العلم أعلى من البصر طبعا، هي التعمق في العلم. البصر ناظر العقل والبصيرة ناظر القلب. في مستوى آخر من العلم، البصر لعالم الملك كما يقولون أو للشهادة أو للعالم الظاهر، والبصيرة للملكوت للغيب. إذن الدعوة لا تكون إلا لأهل البصيرة. وأهل البصيرة لا يمكن أن يكون هناك أهل بصيرة إلا بتطبيق الدين، تطبيق عملي في حياتنا، السلوك هي دي القضية. نعم. ولذلك إذا فهمنا الخطاب الديني على أنه خطاب ككلام، فتبقى المصيبة هنا أن الدين تحول إلى خطاب أي إلى كلام. الدين معاملة، فبل تصبح المشكلة أن يتحول الدين إلى خطاب. أحسنت، أنا متفق معك. السيد الرئيس عندما قال الخطاب الديني حدد، أنا لا أقصد أولا الأصول، أصول الدين. نعم. وإنما أقصد التجديد أي في الفهم. مظبوط. وهذا الفهم وفي السلوك، الدعوة هنا بصيرة ده فهم معين. طيب. نأتي إلى التبليغ. تفضل يا فندم. بقضية أخرى. فرق بين الدعوة وبين التبليغ. بلغوا عني ولو آية. كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن البلاغ غير الدعوة طبعا، وده معنى دقيق. بلغوا عني ولو آية، لا يشترط في البلاغ أصحاب البصيرة. أصحاب البصيرة لا، العلم فيه يقتضي فقط ضبط النص، إن ما تبلغش نص خطأ. لازم تضبط النص وتبلغه. نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها، ضبطها كويس وحفظها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ اللي أنا بلغته سيادتك أوعى من سامع أنا اللي سمحت. يا سلام. أنت هنا بقى الفقه بتاعك. ورب فقيه ليس بإيه أو رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. مفهوم. أنا حملت إلى من هو أفقه. دي فكرة التبليغ. يبقى إذن دي كلها درجات، ثم يأتي بعد ذلك ترجمة هذا البلاغ يعني فهمه إلى الناس،
بحسب الواقع. ولذلك هنا لما بنيجي ندرب ونتعلم في الأزهر المنهج الأزهري لابد من إدراك النص أولا. نعم. ودي قضية في العلم طبعا لها مناهج. وبعدين بعد إدراك النص إدراك الواقع، لازم أنا أدرك الواقع بتاعي، وبعدين أدرك النفس. لأن لازم تبقى قدوة، وإلا البلاغ هيأتي غلط. صحيح. هيدي نتيجة معاكسة. مظبوط. وبعدين بعد إدراك الواقع المهارات والإمكانيات بتاعتي إيه عشان أبلغ. تمام. فدي قضايا كلها بتكون موجودة، فبالتالي فهم الخطاب الديني بهذه السطحية يبقى طيب. ما فهمناش الكلام. صلي على رسول الله يا دكتور. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. خلاص احنا قفلنا القصه بتاعت الاجتماع وقفلنا القصه بتاعت الخطبه الموحده، واضح انه كان فيها حسب امبارح انه يعني قضي الامر. انا عايز اطرح على فضيلتك فكره او رؤيه باعتباري شخص مسلم، مش باعتباري اي حاجه تانية غير شخص مسلم، يعني انشد الصلاحه والفلاحه للخطاب الديني وللاسلام في هذا الوطن. انا رايي وده اشرت اليه بسرعة كده لفضلتك في الكلام، هو فكرة تضارب الاختصاصات والصلاحيات وكذا على فكرة تنظيم الدعوة. وأنا رأيي أنه فعلا في حالة من حالات العشوائية شوية في ضبط الأمر هنا في مصر. أنا طلعت مرة مش عارف وصل لحضرتك، لا طلعت مرة هنا قلت في التلفزيون أنه أنا مش عارف في الهيكل الإداري وفي التنظيم الحكومي وفي الحقائب الوزارية ليه وزارة الأوقاف معنية بالدعوة الإسلامية. حتى مسمى وزارة الأوقاف معناها أنها الوزارة التي تدير الأوقاف المصرية، وزارة الوقف المصري، لدرجة حتى قلت إن شاء الله يجي واحد مسيحي بيعرف يدير الموضوع يمسك الأوقاف ويديرها ويعرف يطلع لنا منها فلوس ويخدم الاقتصاد المصري، أهلا وسهلا. نعم. أما الدعوة الإسلامية والمنابر والآئمة والمساجد وكذا هي تأتي في إطار صميم مسؤوليات الأزهر وفقا للدستور زي ما حضرتك تفضل. فلماذا لا نعيد النقاط فوق الحروف، أو نضع النقاط فوق الحروف ونعيد الأمور إلى نصابها؟ يتولى الأزهر كل ما له علاقة بالدعوة الإسلامية علشان حتى أنا أعرف، أنا آسف يعني ألومكو. نعم. يعني أنا أعرف ألوم دلوقتي، أقول لك يا أزهر يا شريف يا دكتور مهنا يا فضلت الإمام الأكبر، الخطاب على المنابر غلط والخطاب الديني في انحراف وكذا وكذا، ودي مسؤوليتكم انتوا المشرفين عليها وانتوا اللي بتدربوا الأئمة والوعاظ وانتوا اللي بتسقوهم العلم وانتوا اللي كذا. يعني أنا جيت دلوقتي أقول لك تقول لي دول مسؤولين من وزارة الأوقاف واختيارهم وزارة الأوقاف ووضعهم في المسجد الفلاني وفي المنطقة الفلانية وفي كذا مسؤولية وزارة الأوقاف. أنا آسف للإطالة بس أنا بديك الرؤية العامة كلها يا فندم. فأنا أرى أن الأزهر يتقدم باقتراح، ما أعرفش بقى للبرلمان ولا للسيد رئيس الجمهورية ولا للحكومة، بإعادة ضبط الأمور، أن تنفصل وزارة الأوقاف وتصبح وزارة لإدارة الأوقاف المصرية يديرها مواطن مصري يجيد الإدارة، يجيد علم الإدارة في الأصول والممتلكات والكذا ويحسن التصرف فيها، ثم تذهب كل أمور الدعوة والخطاب الديني والسيطرة على المساجد وتأهيل الآئمة والإشراف عليهم ومراقبتهم ومحاسبتهم للجهة الأعلى بنص الدستور وهي الأزهر الشريف. إيدي على كتفك يا أستاذ تامر. يا بعد اللي أنا قلت لك كله. هو طبعا الحقيقة طبعا ده المفروض، ده المفروض، ده المفروض لأسباب كثيرة، حتى كمان مش دستورية ولا قانونية، الأسباب منطقية. تمام. لأن ما ينفعش تسألني عن الدعوة وأحد أهم أجهزة الدعوة مش تحت منيدي. طبعا. طبعا. ثانيا حتى لتفادي مثل ما قد أثير أو يثار في مثل هذه الإيه الأمور. صحيح. في أمر مهم أيضا الحقيقة، وهو ان احنا عشان ننأى بقضية ادخال السياسة في الدين المفروض الا تكون الشؤون الدينية تابعة للحكومة. صح. عشان احفظ للدين. احسنت. كيانه. احسنت. واستقلاله وعلمه. احسنت. عشان لما يطلع على المنابر كلام وكذا. نعم. كذا كذا في قضيه. نعم. جدليه حاليا. نعم. ما يطلعش يقول لك ما وزاره الاوقاف اللي قايله اصل وزير. يعني الحكومه. مظبوط. على فكره مش يعني ده حقيقه. انا بتكلم عن ايه؟ ما دي حقيقه. انا بتكلم طبعا حضرتك. أحسنت. يعني بمنتهى الصراحه انا حضرتك رجل مروح واوقات رحلتي ان تنقضي. العفو. يعني العفو. لا اقول هذا الا اقول الوجه الله تعالى. نعم.
احنا نعلم تماما ان اخطر ما يكون على الدين دخول السياسة في الدين. صح. والذي يهدد الدين دخول السياسة فيه. واللي أدى إلى استغلال هذه الجماعات المنحرفة للدين أنها استغلت الدين فخربته. ده اللي صنع التطرف والعنف والإرهاب والانحراف في الفكر بسبب استثمار كثير من القضايا الاجتماعية زي البطالة زي صح. الفقر زي انعدام العدالة طوال العقود التي مضت فاكتسبوا بها أرض معينة تحدث بالدين فحدث هذه أحسن. المشاكل. طب هنا أنا آسف المقاطعة دكتور ثانية واحدة بس عشان دي نقطة مفصلية أنا مش عايز الوقت يهدر قبل أن نحسمها. أنا قلت هذه الفكرة فحضرتك جاوبت إجابة شافية وهي إيدي على كتفك. بس هي الحقيقة هو لازم تتقلب لازم تبقى إيدي أنا على كتف حضرتك أنت. ليه؟ لأن حضراتكم المسؤولين حضراتكم المنوط بكم هذا الأمر أنتوا اللي متاخد منكم واحد من أهم سلطاتكم وصلاحياتكم وأدواركم فأنا علي أن أنا أطرحها كده كفكرة إعلامية عبر الشاشات وربما يتلقفها أحد لكن حضراتكم يجب أن من وجهة نظري تناضلوا من أجلها قولا وطلبا واقتراحات للبرلمان والتماس لرئيس الجمهورية أنه إذا أردت يا فخامة الرئيس ده يبقى خطاب كده من مقام الأزهر الشريف أو مقام الإمام الأكبر إذا أردت يا فخامة الرئيس أن تمنحنا الصلاحيات الكاملة لأداء المهمة اللي طلبتها مننا هي تحسين وتطوير الخطاب الديني ومنع انحرافه ومقاومة الفكر الإرهابي وكذا 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 فأرجو أن تمنحنا الصلاحيات المنصوص عليها لنا في الدستور فأن نصبح مسؤولين عن كل شيء في هذا الموضوع في مسألة الدعوة ثم نحاسب على ذلك أنا حملك أدواتي كلها وحاسبني أما أن يخرج عني أهم أداة أو سلاح في إيدي وهو المنابر والمساجد وكذا في الدعوة فلا تلومني هذا نوع من التشتت أيضا والتمزيق طبعا اللي يتناقض مع يعني الرسالة الحقيقية أنا حضرتك وقت حكم الإخوان حدث أن جابوا في ذلك الوقت كان في 3000 واحد اتعينوا في الأوقاف جداد بدأوا عندهم دورات تدريبية في البداية قبل الاستلام العمل تمام هذه الدورات قام عليها مجموعة من المتمسلفة ومن الإخوان لا علاقة لهم بالأزهر ولا بالدراسات الأزهرية ولا بالمناهج الأزهرية جابوا كده يعني من قبيل ذر رماد في العيون أستاذ وواحد تاني كمان أو اتنين تلاتة تمام. وأنا شخصيا في ذلك الوقت هددت أو طلبت باستقالتي أردت استقالتي وأنا أرفع دعوة لضم الأوقاف إلى الأزهر بنص الدستور ممتاز وبالتالي هذه القناعة ما زالت موجودة ودي مسؤولية الدولة سيد طيب تقدموا بها دكتور يعني تقدموا بها بطلب أنتوا عارفين مدى حرص لكن الرئيس على الاستقامة في هذا الموضوع فربما أهديتم إليه هذه الفكرة فنفذها عن طريق ما قصدي في السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية اللي هو يعمل تعديل وزاري يقول يا جماعة وزارة الأوقاف نصها دلوقتي أو صلاحياتها هي إدارة الأوقاف وكذا 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 وكل ما والله تبقى أنا أقول لسيادتك بكل صدق يعني هو السيد الرئيس الحقيقة بيدعم الأزهر تمام ويدعم يعني إمام الأزهر بكل طاقاته تمام احنا عايزين بقى الصلاحية وهي الحقيقة العكس يعني أنا أرى أنه يعكس الحقيقة فهم دقيق لوظيفتي كرئيس للدولة لأن الدين والحفاظ عليه أحد أهم مقاصد الشريعة وأحد أهم مهام رئيس الدولة يعني مفهوم الإمامة الإمام معنى الرئاسة يعني أيوه. في الإسلام إن أحد أهم المهام بتاعته بل الأساسية الحفاظ على الدين والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وهو الرئيس بيعبر عن هذا في كثير من المناسبات وإحنا بنحضر صحيح. المناسبات الدينية يقول أنا مش أنا مش عايز أنا مش عايز أبقى انفعالي أكتر من حضرتك ومطالب أكتر بس أنا رأيي إنه لو استطعتم في هذه الفترة اللي حضرتكم مسؤولين فيها عن الأزهر إنه تعيدوا هذه القصة إلى الأزهر وتعيدوا التنظيم أنا شايف إن ده هيبقى من أهم إنجازاتكم على الإطلاق وأظن الوزير أيضا في الأزهر مش يعني ما على على فكرة مش بتكلم عن شخص الدكتور مختار جمعة لا لا لا. له كامل التقدير أنا بتكلم دلوقتي يعني إعادة ترتيب القصة في الدولة ده إن أردنا الصحيح فعلا أن تسير الدعوة يعني سيرا صحيحا
طيب حاولوا، وانا عن من نفسي الحقيقه لن ادخر جهدا، بس انا ايدي على كتفك برضو. انت ايدك تقبل يا دكتور. شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. العفو يا فندم. اهلا وسهلا. طبعا انتوا عارفين مقابل العلماء دايما على راسنا من فوق. طيب هنروح لفاصل، بعد الفاصل هنسال سؤال مهم، هل بعد الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا اردوغان اصبح على فوهة بركان ام استقر له المكان؟ اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل، حوارنا الثاني في الحياه اليوم متعلق بالاوضاع في تركيا الان وموقف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. والحقيقه في حاله جدل كبيره في الشارع المصري حوالين فهم حقيقه الاوضاع الان في تركيا، وعشان كده انا قررت مع زملائي في الاعداد انه لن نجد افضل من صديقنا العزيز الباحث المتخصص والكاتب الصحفي الاستاذ بشير عبد الفتاح ليكون ضيفي في هذه الفقره. اهلا وسهلا. اهلا بك يا استاذ. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك استاذ بشير. عايز رايك قبل ما نخش في تفاصيل ما يحدث الان في تركيا عن تقييمك الشخصي لمحاوله الانقلاب دي، لانه في كتير انت عارف عندنا خبراء ومتخصصين كثر يعني في مصر وفي العالم العربي، ففي سيناريوهات كثيره وفهم متضارب لهذه المحاوله الانقلابيه. في ناس فاهمه انها محاوله انقلابيه فاشله وساذجه ولم يكن لها لتنجح، وفي ناس على يقين انها تمثيليه مدبره من قبل اردوغان واعوانه ل يعني الطخ من كل اعداء والقيام بمذبحه القلعه يعني على غرار مذبحه القلعه في مصر. وفي ناس قالوا انه لا، في معلومات استخباراتيه ان اردوغان وصلت له معلومات بالانقلاب وقبل ان يستمر في هذا الموضوع ليتخلص او ليكتشف كل اعدائه. انت كيف رايت هذه المحاوله وقتها وبعد ما خلصت؟ الحقيقة أستاذ سامر، كل هذه التفسيرات لا يمكن أن نجزم بأنها بعيدة عن الواقع. التاريخ السياسي التركي حافل بأحداث جسام، مؤامرات كبيرة وصلت إلى مستوى الإنقلابات العسكرية، وحتى الآن لا يماط اللثام عن ملابساتها. صحيح. صحيح. تلك هي سمة التاريخ السياسي التركي، ومن ثم أعتقد أن الباب مفتوح أمام كل السيناريوهات والتفسيرات. أنا على المستوى الشخصي أميل إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نما إلى علمه أن انقلابا عسكريا بسبيله إلى الانطلاق في تركيا، لكنه سيطر عليه قبل وأثناء وقوع الانقلاب ليتخذ منه ذريعة لتصفية حسابات سياسية مع المعارضة، بدليل أنه أول تعليق من الرئيس التركي على هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة أنها هدية من السماء. صحيح. يعني دائما وقلت في أكثر من مناسبة أنه لا يجب على المصريين أن يشمتوا في الموت، في المرض، في الانقلابات، لا يجب أن نشمت في الانقلابات، في حين الرئيس التركي بيقول أنه هدية من السماء لأنه استغله لتصفية حسابات وانتقام سياسي ذهب به أبعد ما يكون عن ما جرى. صحيح. طيب تفسير ما جرى أن أولا الجيش التركي يؤكد السمت الانقلابي التدخلي لهذا الجيش. يعني الجيوش يا أستاذ تامر في علم السياسة بتصنف إما جيوش متدخلة انقلابية أو جيوش حارسة أو جيوش بعيدة تماما عن السياسة. الجيش التركي يصنف على أنه جيش انقلابي بامتياز. الانقلابات العسكرية أو التدخل في السياسة عرفتها تركيا منذ عهد الدولة العثمانية. الجيش الانكشاري كان يطيح بسلاطين ويطيح بالصدور الصدر الأعظم أو رئيس الوزراء. صحيح. وبعد إعلان الجمهورية بدأ يتدخل ويطيح ويقتل بالرؤساء وما إلى ذلك. مصبوط. وبالتالي أول انقلاب عسكري عرفه الشرق الأوسط كان في تركيا 1908. أول دولة عربية عرفت الانقلابات هي العراق ومن بعدها سوريا، ومن ثم تركيا أو الجيش التركي هو رائد في الانقلابات العسكرية منذ عهد الدولة العثمانية. هذه واحدة. ثانيا هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة تعود بالانقلابات التركية إلى العهد الكلاسيكي. يعني حتى الانقلابات يا أستاذ تامر فيها موضة. الانقلابات الكلاسيكية الجيش ينزل الشارع بالدبابات يحاصر قصر رئاسي يسيطر على السلطة والإعلام ويطيح برئيس ويأتي برئيس آخر. صحيح. تركيا شهدت ده في انقلاب 1908 1960 1971 1980. في 1997 الانقلاب ما بعد الحداثي، وهو انك بتطلع بيان تحذيري لرئيس الوزراء اربكان وقتها نجم الدين اربكان. مظبوط. اما تترك السلطه واما نفعل كذا. الراجل خرج وترك السلطه. فكان انقلاب ناعم ما بعد حداثي، انقلاب نيو لوك. يعني دي النسخه الاحدث. النيو تايم. الاحدث من ده يا استاذ تامر 2007 2008 لما حزب العداله والتنميه كان اردوغان رئيس وزراء وعاوزين يرشحوا اردوغان رئيس دوله،
فطبعا الجيش رفض والشعب رفض، فرشحه عبد الله جول اللي كان رئيس وزير خارجيه في الوقت ده، رئيس للوزراء رئيس للدوله، فقبل الجيش بتحذير الكتروني يعني على موقعه الالكتروني رئيس الاركان على الموقع الالكتروني له نزل او انزل بيانا تحذيريا انه اوعوا تنحرفوا عن السمت العلماني الليبرالي الجمهوري للدوله التركيه. وبناء عليه وصلنا الى نسخه احدث من الانقلابات العسكريه هو الانقلاب الالكتروني. نيجي في 2016 نفاجئ بان الجيش التركي يعود ادراجه ليفاجئنا بالانقلاب الكلاسيكي. صحيح. اللي هو انك تتحرك وتنزل القوات في الشارع وتشتغل. يبقى إذن هذه المحاوله الانقلابيه سواء كانت مدبره او معلومه مسبقا من قبل اردوغان اكدت على السمت الانقلابي للجيش التركي، اكدت او اعادت الانقلابات الى الزمن الانقلابات التقليديه او الكلاسيكيه اللي هي عبر نزول الجيش في الشارع والاصطدام بالجماهير. طيب هنا في سؤال محدد، اليقين ان هناك نسبة تمرد ما داخل الجيش التركي على أردوغان، سواء بقى كل السيناريوهات اللي فاتت ملنا إلى بعضها أو إلى كلها، لكن ده لا يغير من أمر شيئا أن فيه نسبة من الضباط المتمردين على أردوغان. هو أنا السؤال ليه؟ لأسباب متعددة، أولها أن أردوغان صار على ضرب من سبقوه من المسؤولين الأتراك الذين فشلوا، يعني اصطدموا بالطوفان ولكنهم فشلوا في السيطرة عليه، وهو محاولة ترويض الجيش التركي وإبعاده عن السياسة. منذ عهد السلاطين احنا قلنا ان الانكشارية او الجيش التركي في زمن العثمانيين كان بيتدخل في السياسة ويغير السلاطين ورؤساء الوزراء. السلطان أحمد الثالث في من 1700 ل 1733 حاول أن يسيطر على الجيش الإنكشاري ويبعده عن السياسة، فشل وأطاحوا به. بعد كده السلطان محمود الثاني من 1807 ل 1838 حاول أن يسيطر على الإنكشارية ويبعد الجيش عن السياسة وفشل. أردوغان أراد أن يكرر المحاولة أو أراد أن يحجم الجيش التركي ويبعده عن السياسة تماما، فبدأ أنه هو أولا يصدر تعديلات دستورية للمادتين 35 و 35. قبل ما نخش في التعديلات، ليه برضو يحاول أردوغان ذلك رغم أنه يعلم أو على الأقل متوهم أن الجيش معه؟ يعني قيادة الجيش التركي طول الوقت في بياناتها نحن ندعم أردوغان، ندعم الدولة العلمانية التي يقودها أردوغان، فما كانش فيه خلاف ظاهري على الأقل يدعو لهذا الشقاق. الحقيقة أن الإجراءات اللي أخذها أردوغان سواء كانت تعديلات دستورية أو محاكمات لقيادات عسكريين على قضية على خلفية قضية أرجانيكون وباليوز اللي هي الاتهامات بمحاولة الانقلابات أغضب الجيش، خصوصا الضباط متوسطي ومنخفضي الرتب. أردوغان نجح أن هو يعين رئيس أركان قريب منه. صحيح. رافض للانقلابات مروض، عين أيضا قادة الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة التركية، القوات البرية الجوية البحرية، كلهم موالون لأردوغان بدرجة كبيرة، لكنه لم يتغلغل إلى أعماق الجيش حيث الرتب المتوسطة والدنيا، بدليل أن المحاولة الانقلابية من قام بها لم يكن رئيس الأركان ولا وزير الدفاع كما كان سائدا فيما مضى، وإنما رتب متوسطة ورتب صغيرة هي التي قامت بهذه الانقلابات. وبالتالي أولئك يرفضون تقليم الأظافر السياسية للجيش، يرفضون نزع امتيازات الجيش ومكتسباته التي تحصل عليها منذ العثمانيين مرورا بأتاتورك منذ العام 1923، عشان كده شعروا ان الجيش دوره بيتراجع، انه بيهان، وبالتالي اقاموا هذه المحاولة الانقلابية في محاولة لاستعادة ألق وبريق الجيش التركي مجددا. نعم. اردوغان ظن ان الدعم الاوروبي له والدعم الامريكي له في ابعاد الجيش عن السياسة لتهيئة بلاده لدخول الاتحاد الاوروبي سيكون كفيلا بتقبل اجراءات اشد قسوة ضد الجيش التركي. صحيح. لذلك ما يفعله اردوغان الان بعد المحاولة المحاولة الانقلابية وهي اجراءات انتقامية، ظني انها ستولد غضبا عارما داخل الجيش التركي، سيؤدي الى انقلاب حقيقي وليس تمثيليا وليس مدبرا، انقلاب حقيقي يطيح بأردوغان. لذلك أتصور أن القادم أصعب بكثير. طيب هو ده بقى مرمى سؤالي الآخر، وهو المتعلق بأيا كانت السيناريوهات أو أيا كانت حسابات أردوغان في هذا الانقلاب أو ما بعده، وضع أردوغان الآن هل هو في حالة أقوى تخلص من معظم خصومه لدرجة أن هو يعني حتى اللي يدينا بعض الإشارات أنه بعد الانقلاب بساعات أو سويعات حتى نتفهم انه يقصي ضباط في الجيش اللي شاركوا في الانقلاب او حتى كانوا على صله بالانقلاب او كانوا حتى على علم بهذا الانقلاب، اما انه بعد سويعات فيطيح مش عارف ب 12,000 من وزاره التربيه والتعليم و2500 قاضي وكذا، يعني حتى لسه لم يتاكد من صلتهم. نعم. فمعنى ذلك انه كان على استعداد وعلى جاهزيه للقضاء والتخلص منهم فورا. هل الان الساحه اصبحت يعني مستقرة لأردوغان وحده في الميدان بعدما تخلص من معظم خصومه، ولا الآن زي ما حضرتك قلت أن القادم أصعب وأن يعني بدأنا في العد التنازلي لحكم أردوغان؟
رغم أن المشهد لم يكتمل بعد ولا تزال الصورة تلملم جنباتها، إلا أن التاريخ التركي وتاريخ الانقلابات في العالم والعلاقات المدنية العسكرية تؤكد أن أردوغان دخل في نفق مظلم. في علم العلاقات المدنية العسكرية أستاذ تامر، هناك أنماط مختلفة لصوغ العلاقة ما بين العسكريين والمدنيين. تمام. هناك النمط التصادمي الصراعي، يعني لما نيجي نشوف القوات المسلحة أو الجيش في أي دولة كيف يدير علاقاته ويرتب صلاته بالسلطة المدنية. هناك النمط الصراعي التصادمي وهو الذي اختاره أردوغان، هناك النمط التفاوضي إن قيادات العسكريين يقعدوا مع قيادات السلطة المدنية، إيه حدود دور الجيش في الدولة وإيه حدود دوره في السياسة وماذا يريد الجيش من امتيازات ومكتسبات، يتم التفاوض بشأنها وتدريجيا يبتعد الجيش عن السياسة ويحصل على الامتيازات التي يريدها، ينص عليها في الدستور، يؤمن فيبتعد عن السياسة. نعم. ده النمط المثالي اللي عملته اندونيسيا ونجح، عملته البرتغال وعملته أسبانيا وبعض دول أمريكا اللاتينية ونجح تماما في إبعاد الجيش عن السياسة وصارت العلاقة متوازنة وجيدة للغاية. النمط الصراع التصادمي موجود في حالتين، باكستان وتركيا. إنه فكرة إنك تلوي ذراع المؤسسة العسكرية وتجبرها على التراجع والانزواء بالضغط اللي بيعمله أردوغان، وده نسموه نموذج فاشل ونتائجه سلبية بدليل المحاولة الإنقلابية. يعني أردوغان من 2002 بيقوم بإبعاد الجيش عن السياسة، بيعدل صحيح. الدستور، بيقيل بعض المسؤولين داخل القوات المسلحة، ومع ذلك جرت المحاولة الإنقلابية. النموذج الذي اتبعه أردوغان سيؤدي إلى تفجر الأوضاع داخل الجيش. صحيح أنه أطاح برجالات في القضاء، في الجيش، في الشرطة، في الإعلام، لكن هذه هي الضربة الأولى. وفي علم الاستراتيجية العسكرية عليك ألا تحكم على الحرب قبل الضربة الثانية أو الرد من الخصم. صحيح. الرد لم يأتي بعد. أردوغان الآن بعد أن كان يتحالف معه ويتضامن معه الجميع في الداخل والخارج، حتى المعارضة التركية لأول مرة تقول نحن نرفض أردوغان لكننا نرفض أن يطاح به بانقلاب عسكري. صحيح. نريد أن يطاح به عبر وسائل ديمقراطية. انحازوا إليه ضد الانقلاب، الآن انقلبوا عليه، يقولون سنرفض كل الإجراءات التي يقوم بها ضد الجيش، لأن الجيش التركي بيهان كما لم يهان من قبل. مظبوط. الجيش التركي له مكانة كبيرة جدا لدى الأتراك، له تاريخ عريق، هو الجيش الثاني في الناتو والجيش الأكبر على الإطلاق في الدول الأوروبية، وهو يهان بشكل كبير، لذلك هم يرفضون هذا الأمر. أمريكا نفسها حليف تركيا قالوا إن اللي بيحصل للجيش التركي سوف يضعف دوره ويجعله عاجزا عن التعاون مع الجيش الأمريكي في محاربة الإرهاب ومحاربة داعش، وبدأوا ينتقدوا الممارسات اللي بيقوم بها أردوغان. صحيح. النهاردة مستشار النمسا بيطالب الاتحاد الأوروبي بوقف المفاوضات التي تجري ما بين تركيا والاتحاد الأوروبي من أجل الانضمام بسبب الإجراءات الانتقامية المناهضة للديمقراطية التي يقوم بها أردوغان. هل أردوغان اعتبر أنه ما حدث له من انقلاب، محاولة انقلاب فاشلة، يعطيه ضوء أخضر، كارت بلانش، كارت مفتوح، الرصيد للقيام بكل الإجراءات القمعية الاستبدادية؟ اللي حضرتك بتقوله ده قال وزير خارجية فرنسا. يعني بس كان بيحذر، بيقول على أردوغان ألا يظن أن مجرد محاولة انقلابية تسوغ وتسول له نفسه أنه يعمل كل ما بداله ضد الجيش وضد الشعب. للأسف أردوغان كان قدامه واحد من خيارين، إما التصالح وبدء صفحة جديدة، لأنه خرج من هذا الانقلاب كما لو كان خاض انتخابات رئاسية وفاز بنسبة 100%. صحيح. واحد انقلاب بيجيله والشعب بيخرج فبيرجعه، زي ما حصل لهوجو شافيدز في 2002 في فنزويلا. مظبوط. لكن زي ما عمل هوجو شافيدز إن هو بدأ ياخد إجراءات قمعية ضد الديمقراطية، فعل ذلك أيضا أردوغان. وبدأ يمضي في الخيار الآخر وهو الانتقام، الصدام، محاولة الهيمنة على السلطة، استغلال هذه المحاولة الانقلابية لتغيير نظام الحكم من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي ليبقى مهيمنا على السلطة. نعم. حتى العام 2023 ليعلن الجمهورية الجديدة على أنقاض جمهورية أتاتورك التي أعلنت عام 1923. هي الجمهورية دي بقى، هل ينويها أردوغان جمهورية دينية؟ وفقا لعلم النظم السياسية بنتكلم عن جمهورية أولى أو تانية أو تالتة. الفرنسيين بالمناسبة المدرسة الفرنسية هي اللي قسمت الجمهوريات إلى أولى وثانية وثالثة. على أي معيار؟ دستور جديد، تغييرات سياسية جوهرية تطال الدولة في سياساتها الداخلية والخارجية. مظبوط. أردوغان عاوز يعمل جمهورية جديدة بسمت إسلامي ليبرالي كما يدعي. أردوغان لم يتخلص من أحلام العثمانية الجديدة. وهناك أدبيات كان ينظر لها أحمد داود أغلو اللي كان رئيس الوزراء وكان رئيس حزب العدالة، والذي أتى به أردوغان كان أكاديميا دبلوماسيا، أتى به وأسند إليه وزارة الخارجية ثم رئاسة الوزراء ثم رئاسة حزب العدالة والتنمية، وكان هو المنظر للعثمانية الجديدة. يريد أردوغان أن يستعيد الدولة العثمانية بعبق جديد، بألق يتناسب مع القرن الحادي والعشرين. هو يريد أن ينهي تجربة أتاتورك في العام 2023 بعد 100 عام من تأسيس الجمهورية التركية، ليطلق جمهوريته الجديدة، جمهورية لها أساس إسلامي، لها خلفية إسلامية، أسلمت تركيا بعد أن كانت متخاصمة مع الدين فيما مضى. طب هنا هل ده هيلاقي هوى ومزاج الشعب التركي؟ على الإطلاق
هناك حوالي 47% يؤيدون أردوغان ويؤيدون حزب العدالة والتنمية وينطلقون في هذا الاتجاه لأنهم يرون أن تركيا خاصمت الدين بلا مبرر، لأنه للأسف علمانية أتاتورك يا أستاذ تامر كانت علمانية على النمط الفرنسي المعادي للدين. العلمانية ببساطة شديدة جدا أن الدين يتعايش مع الدولة من دون أن يشكل تأثيرا أو تدخلا في الدولة. طبعًا. يعني يبقى موجود ما يبقاش ممنوع. صحيح. هذا النمط الأنجلوساكسوني، لكن النمط الفرنسي من العلمانية هو فيه يعني يذهب إلى حد العداء مع الدين. أتاتورك تبنى هذا النمط، الشعب التركي اختزن جواه أنه على خصومة مع الدين ثم أراد أن يستعيد الدين مرة أخرى. أردوغان يعني يدغدغ مشاعر هؤلاء من خلال استعادة الدين. طب وهل النسبة الأخرى من الشعب التركي الذين استساغوا العلمانية ورأوا أنها العلمانية المتفتحة اللي حضرتك اتكلمت عنها اللي هي لا تخصم الدين ورأوا أنها كانت سبيل لرفعة تركيا خصوصا مع النهضة الاقتصادية اللي حصلت، هل سيسمحوا لأردوغان بذلك؟ على الإطلاق، بالعكس الإشارات بدأت تطلع أن احنا نريد أردوغان رئيسا للوزراء أو رئيسا للدولة في حدود اختصاصات حددها دستور 1982 المعمول به حاليا، ولكن ألا يتحول إلى سلطان عثماني. مشكلة أردوغان أنه حقق إنجازات اقتصادية نشهد بها جميعا طبعًا. ولكنه يريد أن يوظف هذه الإنجازات سياسيا ليبقى في السلطة إلى أطول مدى ممكن حتى يحقق مشروعه الشخصي، وحقق مشروع الدولة التركية بالإنجازات والنهضة، لكنه يريد أن يترجم ذلك إلى مشروع شخصي ليكون سلطانا عثمانيا بنكهة جديدة. لذلك أتصور أن رغبة أردوغان في تأسيس الجمهورية الجديدة ستقابل بانتقادات ورفض من الداخل كما هو أيضا من الخارج. طيب. الاتحاد الأوروبي لن يقبل تركيا عثمانية، ولا الداخل التركي سيقبل تركيا عثمانية. طيب يتبقى هنا لدي سؤالان. السؤال الأول متعلق بأمريكا. أردوغان حليف الولايات المتحدة ورجلها الأول في هذه المنطقة، هل الآن خرج عن السيطرة؟ هل يقرر سياساته بنفسه بعيدا عن الهيمنة أو حتى الإضاءات والإشارات الأمريكية؟ ولو ده حقيقي كيف سترد أمريكا؟ من الصعب القول ان اردوغان يتصرف بمنع عن الولايات المتحده. التقارب الذي جرى قبيل المحاوله الانقلابيه ما بين انقره وكل من موسكو وتل ابيب بالتزامن كان باعاز امريكي طبعا. كان باعاز امريكي لا محاله. اردوغان مرتبط بامريكا لانها تدعمه، لانه يعني هل امريكا موافقه على سياسته الآن؟ الحاليه لا لا الحالية لا. بدليل أن المحاولة الانقلابية أردوغان غاضب للغاية من رد الفعل الأمريكي، وكأن أمريكا كانت تتمنى أن تنجح هذه المحاولة الانقلابية. هي ما كانتش تتمنى، هي الحقيقة عملت اللي عملته وقت ثورة يناير عندنا هنا في مصر، اللي هو استنت ولما لقت أن الكفة تميل لأردوغان دعمته، لكن في الحقيقة لو كان نجحت لم تكن لتمانع. ده بحد ذاته يعتبر أردوغان خيانة طبعًا. أنا حليف لك في الناتو وإحنا في شراكة استراتيجية، ومن ثم العلاقات التركية الأمريكية هي علاقات اضطرارية ضرورية لا فكاك منها. حتى من يظن أنه مسألة فتح الله جولان ستؤثر على هذه العلاقات هو مخطئ، لأنه في بالفعل خلافات بين تركيا وأمريكا أكبر بكثير من فتح الله جولان. على سبيل المثال تركيا تدعم أكراد سورية على غضب من أردوغان، تركيا لا تراعي مصالح أمريكا لا تراعي مصالح تركيا في سوريا، كذلك هناك أزمة ثقة عميقة ومزمنة ما بين تركيا وأمريكا، ومع ذلك العلاقات قائمة، التحالف صحيح. قائم، لأن تركيا تريد أمريكا وأمريكا تريد تركيا، وبالتالي فتح الله جولان سيضيف إلى الخلافات التركية الأمريكية بندا جديدا ملفا جديدا، لكنه لا يمكن أن يدمر هذه العلاقات على الإطلاق لأنها اضطرارية وضرورية وتقوم على مصالح استراتيجية رسيخة. طيب. سؤال الأخير متعلق بفتح الله جولان، وهي إلى أي مدى يؤثر فتح الله رغم آلاف الأميال التي تبعد عن تركيا في الشعب التركي؟ هل له أنصار يستطيعون التأثير، يستطيعون التغيير في المشهد التركي؟ وطبيعة تواجده في أمريكا، هل يمكن أن تضحي أمريكا به إرضاء لأردوغان؟ أولاً لم يسبق على الولايات المتحدة أن ضحت بورقة سياسية كمعارض لأي دولة تطلبه، يعني حتى ولو كانت دولة حليفة. حتى ولو كانت دولة حليفة لا توجد سوابق أمريكية في هذا السياق، هذه واحدة. ثانياً أمريكا تعتبر كولن أو جولان ورقة ضغط مهمة على أردوغان، وحضرتك عارف أن الأمريكان يعشقون هذا الأمر. صحيح. دايما على كل حليف يكون في ورقة ضغط طول الوقت، الجوكر يفضل معانا بالضبط، معانا زي كل واحد عليه ورقة ضغط عليه. صحيح. ثالثا أن أمريكا تنظر لفتح الله جولان بوصفه النسخة الأكثر حداثة من الإسلام السياسي. يعني كان الإسلام السياسي اللي بيمثله أردوغان إسلام ليبرالي علماني يمين وسط متصالح مع الديمقراطية والحداثة، اللي بيقدمه فتح الله جولان إسلام اجتماعي اسمه الإسلام الاجتماعي وليس الإسلام السياسي، متصالح مع الآخر، يقبل بتحالف مع الغرب، يرفض إقحام الدين في السياسة، يتعاطى مع غير المسلمين بتجاوب شديد، ومن ثم أردوغان يتخوف من أن تكون أمريكا تحضر فتح الله جولان ليكون بديلا له باعتباره النسخة الأحدث من الإسلام السياسي، لا سيما بعد أن اتهمت أمريكا أردوغان بالتواطؤ مع داعش،
اتهمته بالتحالف مع الإخوان المسلمين، ومن ثم صار ورقة محروقة بالنسبة للأمريكيين، ومن هنا جاء تخوف أردوغان ومطالبته بضرورة تسليمه، وأيضا محاولة يعني البحث عن كل حلفاء فتح الله جولان داخل تركيا من أجل تصفية ما يسمى بالكيان الموازي الذي أسسه فتح الله جولان. أحسنت، لا حرمنا الله منك ومن تدخلاتك المحترمة وتعمقك في الشأن التركي. شرفتني يا أستاذ بشير. تشكرات زي ما بيقولوا في تركيا. تشكرات أفندم. تشكرات أفندم، شكرا جزيلا. شكرا. ودايما بسعد بحضرتك. شكرا. شكرا جزيلا. خلصت حلقتنا، أشوفكم بكرة في حلقة جديدة من الحياة اليوم. بكرة ما تنسوش حلقتنا الساعة 6 بكرة يوم الجمعة، في أمان الله.